الثلاث 19 يناير 2021 بنصبح على حضراتكم انا وكريم وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي في كل مكان من العالم حضراتكم بتتابعونا. يا صباح الفل. صباح الفل عليكي، صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، ان شاء الله حضراتكم تستمعوا يعني تستمتعوا وتسعدوا معانا بحلقه النهارده وتفكروا معانا، لان حلقه النهارده لن تخلو من يعني اوجه الاندهاش ومن التساؤلات المنطقيه المشروعه جدا. دي حقيقة جدا. وبس قبل ما نبدأ بقى، لأن احنا فعلا عندنا كلام مهم لحضراتكم، خلينا ننوه ان احنا النهاردة معنا ثلاث فقرات. فقرة الأولى هنتكلم فيها عن المرحلة القادمة فيما يختص هنا منتخب مصر لليد، فقرة الثانية هنتكلم عن الجمباز وكمان يعني بطولات الأهلي في هذه الرياضة تحديدا، أما الفقرة الثالثة هيكون منورنا الأستاذ جمال الزهيري وهو الناقد الرياضي بأخبار اليوم، وفي كلام كتير جدا هنبقى حابين ان احنا نتكلم معاه بشأنه. نبدأ بقى مع حضراتكم، زي ما قلنا كده عندنا رسائل مهمة جدا لازم توصل لكل الناس. لو حطينا كده عنوان للي حصل امبارح تحديدا انا بتكلم، مش هينفع نقول غير حاجة واحدة اعتقد هي هتكون هو في ايه. هو ده كان عنوان خطاب النادي الاهلي الى اتحاد الكرة، وهو برضو سؤال جماهير الاهلي لنفس الجهة، هو في ايه بالظبط، ايه اللي بيحصل؟ الحقيقة يعني الحكاية مش هتحتاج أي مجهود من أي شخص مننا عشان يوصل لنفس التساؤل ولنفس القدر من الاندهاش. اللي يبص لخطاب النادي الأهلي اللي كان موجه لاتحاد الكورة مش هيشوف غير كده. أكيد كلنا يعني لو تأملنا الخطاب الرسمي اللي أرسله النادي الأهلي إلى اتحاد الكورة امبارح هنلاقي أنه أعلن من خلاله وبشكل يعني في قدر مهول من الصراحة أنه خلاص بالبلدي كده ما معناه فاض بيك كيل من الظلم التحكيمي، وأنه لابد من تدخل فوري لإيقاف الأخطاء وخصوصا الغير مبررة منها. دي حقيقة. وفي أوقات يا كريم كمان خليني أقول لازم تقول كده عليها غلطة وتعدي، يعني أوقات كده بتقول غلطة وتعدي، إنما المشكلة الأكبر بقى هي فكرة هنا لما تفضل الأخطاء دي تتكرر والمتضرر بيكون هو نادي واحد بس، ساعتها لازم أعتقد نقف كده ونقول إحنا محتاجين حل. هو ده بالظبط اللي النادي قاله في الخطاب، إن في سلب وفي حرمان حصل للأهلي من حقوقه المشروعة بشكل أعتقد كان غير مقبول. أكيد. ولازم كمان نشير إن النادي الأهلي كان حريص جدا في خطابه على التأكيد على إنه صبر كتير جدا، أخذا في الاعتبار لأن كالعادة النادي الأهلي مش من النوادي اللي بتحب تدخل في مهاترات كتير وما بتحبش تعلق باستمرار على أخطاء التحكيم، إلا أنه تدخل مؤخرا عشان الأخطاء ما وقفتش بس عنده يعني عند حكام الساحة، الموضوع وصل لما هو أبعد، امتد حتى لحكام الفار زي ما حصل في مباراة وادي دجلة وأيضا في مباراة البنك الأهلي. مش بس كده، خليني أقول لحضراتكم يعني أنت بتدور على حقوقك اللي بنأكد إن الأهلي أكيد أكيد مش هيسيبها. تسأل هو فين الحكام الدوليين من مباراتنا؟ طيب حاجة تانية، ليه الإبعاد ده اللي احنا برضو مش فاهمينه بصراحة؟ لو أنت عايز تجرب طيب هتجرب في البطل يعني باللوجيك كده أو بالعقل؟ أكيد لأ. ومن سخرية القدر ان في الوقت اللي الكل مستني فيه من اتحاد الكورة انه يتعامل بمنتهى الجدية مع شكوى أكبر نادي في مصر، بنلاقي يقرر إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات بداعي ارتكاب وسلوك غير رياضي. والكلام ده بيحصل في الوقت اللي لو عدينا كام موقف آخر حصل من لعيبة في أندية تانية هنلاقي أن الموضوع الحقيقة يعني أقل وصف دي أن فيه ظلم يعني كبير جدا جدا. طيب على كل الأحوال تعالوا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير اللي بيحتوي على سؤال منطقي ومشروع، شوفوا معانا ونرجع نكمل كلام. إلى متى ستستمر معاناة الأهلي من الظلم التحكيمي؟ هذا هو السؤال الذي فرض نفسه على الجميع بعد تكرار الأخطاء الفادحة من الحكام تجاه الأهلي. نعلم جميعا أن أخطاء الحكام جزء مفروض على الجميع، فهذه كرة القدم وأحكامها، لكن بشرط وحيد هو أن يكون خطأ غير مقصود وليست أخطاء متعمدة أو لأهداف محددة تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الفريقين. افترض الأهلي كثيرا حسن النية في الحكام وتغاضى عن الوقوف أمام بعض الأخطاء التي تسببت في أضرار كبيرة للفريق الأول لكرة القدم، إلى أن وقف مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أمام هذا الأمر بعدما حرم الحكام الأهلي من فوز مستحق أمام البنك الأهلي بإلغاء هدف أيمن أشرف، خاصة أن هذه الأخطاء كانت أيضاً في مباراة وادي دجلة. خطوة الأهلي الرسمية في هذا الشأن كانت بمخاطبة اتحاد الكرة للمطالبة العاجلة والفورية بإيقاف الأخطاء التحكيمية وغير المبررة التي تحرم الأهلي من حقوقه المشروعة، خاصة أن هذه الأخطاء لم تقتصر على حكام الساحة فقط
وإنما امتدت لتشمل حكام الفار بإلغاء أهداف صحيحة وعدم احتساب ضربات جزاء شرعية وأخطاء تحتسب بشكل غريب على النادي الأهلي ولا تحتسب لأندية أخرى، مما يثير التساؤلات حول هذه الأخطاء. الأمر المثير للدهشة أيضا هو عدم إسناد مباريات الأهلي للحكام الدوليين وفتح المجال أمام اتحاد الكرة لتجربة بعض الحكام للمرة الأولى، وهو ما اعتبره الأهلي تصرفا غير مفهوم. وفي ظل استقبال الوسط الرياضي لخطاب الأهلي وبدلا من أن يتعامل اتحاد الكرة مع شكواه بجدية وقوة، جاء إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق 4 مباريات بداع ارتكابه سلوكا غير رياضي ليثير الأزمة والتساؤلات. الأهلي يطالب مسؤولي اللجنة الثلاثية بضرورة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي وتطبيق معايير ثابتة على الجميع. فهل من مجيب؟ تفتكروا حد ممكن يجاوب على السؤال ده؟ احنا ممكن كده نعيده تاني لو في حد لسه ما سمعش، هل من مجيب لطلبات الأهلي المشروعة؟ على كل حال احنا طرحنا السؤال ومستنيين يعني الاجابه. خلينا بقى نروح دلوقتي يعني ونقول ان ده يوم مش عادي، اكيد احنا كاهلاويه متعودين عليه، شفناه كتير جدا وياما عشنا تفاصيله، لكن في نفس الوقت مستنيينه لانه يوم وحشنا. النهارده قرعه مونديال الانديه. هو يعني زي ما انت بتقولي من ناحيه متعودين عليه، فطبعا احنا متعودين عليه، هو يعني دي سادس مره يعني بيروح من خلالها النادي الاهلي الى هذا المكان في هذا المحفل العالمي الكبير، لاننا تاني نادي في العالم بيتاهل للبطوله دي بعد اوكلاند سيتي. وزي ما قلتي انه طبعا يوم وحشنا، وليه وحشنا؟ لان احنا شاركنا في اخر نسخه، يعني ليه كان الكلام ده سنه 2013 في المغرب لو تفتكر. صحيح، مستنيين القرعه زي ما احنا قلنا لحضراتكم، اللي هتوضح بقى طريقنا هنا هيكون عامل ازاي، ونتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يوصل لابعد في البطولة. وخلينا نقول ليه لأ، يعني الأهلي ما بيعرفش المستحيل، ويمكن ده التاريخ اللي بيقوله، ده مش كلامنا، وما يقدرش إن هو يلعب إلا على الألقاب، لأنه مهما كانت صعوبة البطولة زي ما احنا عارفين إلا إن الأهلي ما بيلعبش أبدا على المراكز الشرفية، اجتهد واشتغل وبالطبع النتيجة هتكون من عند ربنا. طبعا يعني مش غريب علينا ان احنا نفكر في الوصول لابعد نقطه في البطوله دي، لان احنا عندنا بالفعل خبرات كبيره جدا، قدرنا بالفعل ان احنا قبل كده نحقق ميداليه واخدنا البرونزيه عام 2006، فالموضوع مش بعيد عننا يعني. برضو بقى يا كريم كده في نسخة عام 2012 لو عايزين نتذكر مع حضراتكم، احنا حققنا المركز الرابع، كنا قريبين جدا من الوصول للنهائي وقدمنا اعتقد مباراة رائعة جدا، فمن الطبيعي ان احنا يكون طموحنا متزايد في النسخة الحالية. تعالوا كده نشوف تقرير يستعرض فيه القرعة وتاريخ الأهلي في المونديال ونرجع نكمل. يوم تجرى قرعة بطولة كأس العالم للأندية بعد انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي في ضوء تدابير الحجر الصحي التي فرضتها سلطات نيوزيلندا، وعقب انسحاب بطل أوقيانوسيا انحصرت المنافسة بين الدحيل القطري والأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني وأولسن هايونداي الكوري الجنوبي وتايجرز أونال المكسيكي، فيما يحدد الفائز بنهائي ليبرتادوريس والمقرر في 30 من يناير ممثل أمريكا الجنوبية بين سانتوس وبالميراس البرازيليين. ويبدو أن كأس العالم للأندية لن ينطلق إلا بعد أن يطرأ عليه الكثير من التعديلات على غرار كافة بطولات العالم بسبب جائحة كورونا اللعينة، والتي بدأت بانسحاب أوكلاند سيتي، وتلاها تغيير موعد مباراة الافتتاح لتقام في 4 فبراير المقبل بعد أن كان مقررا لها 1 من الشهر ذاته. كما تم استبعاد استاد خليفة الدولي من استضافة مباريات كأس العالم للأندية 2020 والاقتصار على ملعبي المدينة التعليمية وأحمد بن علي. وسيواجه الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا أولسن هايونداي الكوري الجنوبي، بطل دوري أبطال آسيا أو الدحيل بطل الدوري القطري، أو تايجرز أونال المكسيكي بطل أمريكا الشمالية دوري أبطال الكونكاكاف. فيما سيلعب في الدور نصف النهائي مباشرة فريق بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا والفائز بلقب كأس ليبرتادوريس من أندية أمريكا الجنوبية. تأهل الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة 6 في تاريخه عقب الفوز بكأس الأميرة السمراء في 2020،
ليعزز موقفه ليكون ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة خلف أوكلاند سيتي النيوزيلندي الأكثر مشاركة في البطولة برصيد 9 مشاركات. وظهر الأهلي في مونديال الأندية في 5 مناسبات من قبل أعوام 2005، 2006، 2008، 2012 و2013، وكانت المشاركة الثانية في عام 2006 الشاهدة على الأهلي العالمي الذي حصد برونزية مونديال الأندية، لتتحدث جميع وسائل الإعلام العالمية عن الأهلي المصري الذي حقق إنجازاً ونافس الكبار بكل قوة. وبعد غياب 7 أعوام يعود الأهلي العالمي كبير إفريقيا للمحفل الدولي من جديد، آملاً في اقتناص ميدالية مونديالية جديدة، ولما لا وهو محطم الأرقام القياسية على مدى التاريخ ومنافس لكبار أوروبا في التتويج بالبطولات القارية والمشاركات العالمية. طبعا هو ده النادي الأهلي، مكانه الطبيعي أنه يكون دايما في مصاف في الأندية العالمية، هو كبير القارة الإفريقية بالألقاب والإنجازات الحقيقية، تاريخ طويل وعريض. ولو كنا بنتكلم مع حضراتكم من شوية فيما يتعلق بمسألة الأخطاء التحكيمية، هنلاقي أن يعني كالعادة الأهلي طول عمره من النوادي اللي بتترفع وبتسمو عن يعني امور معينه النادي دايما بيشوفها بتعتبر من سفاسف الامور زي ما بيقولوا، لكن لما الموضوع بيزيد عن حد الموضوع بيبقى مش لازم بيكون في رد، بس برضو بشكل يعني يليق بكيان ويليق ب يعني رقي النادي الاهلي. ده اللي احنا دايما بناكد عليه. نروح بقى مع حضراتكم نتكلم هنا عن اعمال التشييد. الخطيب بيتفقد اعمال التشييد بفرع هنا تحديدا التجمع الخامس، اللي دايما بنتكلم عن الطفره اللي بتحصل في كل الفروع، بس امبارح تحديدا راح كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وكان بصحبته عدد من اعضاء مجلس الاداره والمدير التنفيذي للنادي، وعملوا جوله تفقديه الخطوات التنفيذيه معدلات العمل في المشروعات الانشائيه المنتظر ان شاء الله الانتهاء منها خلال الفتره المقبله الخاصه بفرع النادي بالتجمع الخامس. حرص الكابتن الخطيب على متابعه اعمال التشييد والبناء في منطقه الملاعب اللي بتضم التنس والسله والطايره وملاعب الكره الخماسيه والملعب الرئيسي، حيث كمان تم الانتهاء من تسويه الارض ووضع القواعد العاديه والخرسانيه لجميع هذه المشروعات. كمان خليني اقول لحضراتكم تفقد رئيس النادي واعضاء المجلس والمدير التنفيذي اعمال الانشاءات الخاصه بالمسجد اللي المفروض ان هو هيتسع لاكثر من 1000 مصلي، وذلك برضو بعد صب القواعد الخرسانيه الخاصه به واكاديميه الكره، بالاضافه الى بوابات النادي المختلفه اللي هيتم تشييدها بنفس النموذج المعماري الخاص بجميع بوابات الفروع المختلفه. خلينا نقول كمان بالشكل اللي يحافظ على هويه النادي، ويمكن ده شفناه في فرع الجزيره كريم بجد شكل جميل. من ناحيه ثانيه بقى قال المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الاداره ان العمل مستمر في فرع التجمع الخامس على قدم وساق، ومن اجل هنا الانتهاء منه وافتتاحه خلال الفتره المقبله بعد الانتهاء رسميا من اعمال البنيه التحتيه كامله، حيث هتشهد المرحله المقبله الانتهاء من اعمال التشييد الخاصه باسوار النادي كامله والمبنى الاجتماعي وملاعب التنس والسله والطايره وايضا اليد. ده بالاضافه خليني اقول لحضراتكم لملعبي كره القدم للكبار وايضا اكاديميه النادي، وكمان غرف الملابس الخاصه بهذه الملاعب وساحه انتظار السيارات اللي هتكون داخل النادي على غرار طبعا فرع الشيخ زايد. اوضح المستشار الهندسي لمجلس الاداره ايضا ان الاعمال الخارجيه الخاصه بتوصيل المرافق هيبقى العمل فيها مستمر ايضا على التوازي مع الخطه الانشائيه، ووجه الكابتن الخطيب بسرعه الانتهاء من جميع الاعمال الإنشائية، ده طبعا وفقا للخطة الزمنية المحددة لخدمة الأعضاء، وذلك أيضا بالتزامن مع كل الملفات على مختلف الأصعدة الإدارية والرياضية. كمان امبارح قام الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي بتفقد أعمال التشييد الخاصة بمشروع الجراج السطحي بفرع النادي بمدينة نصر، واستعرض الكابتن الخطيب مع أعضاء المجلس والمدير التنفيذي ومعاهم المهندس سامح علي كامل والمهندسين المنفذين للمشروع الشرح الهندسي الخاص به للوقوف على آخر الخطوات اللي تم تنفيذها من أجل الانتهاء من إنجازه في أقرب وقت ممكن، خصوصا وإن المشروع سينهي الأزمة الخاصة بتكدس السيارات حيث سيتسع 1000 سيارة. وقال المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة إن الأمور بتسير بشكل أكثر من رائع في مخطط إنشاء الجراج السطحي من أجل الانتهاء منه في موعد أقصى يونيو القادم إن شاء الله، وأوضح إن المشروع سينهي أزمة تكدس السيارات التي ظلت قائمة طوال السنوات الماضية قبل أن يشرع المجلس الحالي في تنفيذ المشروع من أجل إخراجه إلى النور في الشهور القليلة المقبلة، مؤكدا أن العمل متواصل من أجل افتتاحه قريبا لخدمة كل أعضاء النادي.
والله الواحد بينبسط بجد وبيحس بكده بسعاده ان احنا عمالين نشوف مشروعات انشائيه وخدمات بتقدم، ومجلس الاداره بيكون حريص وبيتابع بنفسه، كابتن الخطيب كمان بيروح بنفسه عايز يتاكد ان كل حاجه بتتم على احسن وجه. وده كله ليه؟ ده كله في الاخر لخدمه يعني اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. فانا اعتقد ان دي حاجه في غايه الاحترام، وبجد احنا مبسوطين اصلا واحنا بنقول الاخبار دي. نروح بقى لحاله الطقس اللي بجد حيرتنا، يعني انا نفسي افهم احنا في الصيف ولا في الشتاء، احنا في الربيع ولا في الخريف يا جماعه، ولا ده فصل جديد؟ يعني عارف تحس ان في فصل جديد دلوقتي موجود. خلينا نروح نتابع درجات الحراره ونرجع نكمل. كل عشاق ومحبي الشتاء حاسين ان هم متكروتين لغايه دلوقتي، يعني ما شفناش شتاء صريح كما تعودناه. ما شفناش عمرنا. انا اعتقد حتى الشتاء اللي فات ما كانش لغايه، انت بتتكلم النهارده يعني ايه 19 يناير صحيح. معقوله 19 يناير واحنا لسه حاسين بحر؟ يعني ده غريب. او لسه في ناس بتلبس صيفي على فكره الصبح. ف على كل الاحوال زي ما عرفنا درجات الحراره وتعرفنا على حاله الطقس، تعالوا نتعرف على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه وجميع الانشطه اللي فيه مع مراسلتنا العزيزه مريم سميح الموجوده في مقر النادي بالجزيره. صباح الخير عليك يا مريم، اتفضلي سامعينك. صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، بصبح عليك يا كريم وبصبح عليك يا نهواندا. إن شاء الله يكون يوم سعيد على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. من داخل مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة هننقل ليكم أهم أخبار الفرق الرياضية، سواء الفريق الأول لكرة القدم وكمان الفرق الأخرى على مستوى الألعاب الأخرى. البداية طبعا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة المدير الفني بيتسو موسيماني. النهاردة إن شاء الله الفريق الأول هيتجمع الساعة 12، هيكون التجمع ده طبعا قبل بدء المسحة في تمام الساعة 1 ظهرا قبل بدء المران. كمان النهاردة هيكون في تفاصيل كتيرة جدا في المران، لأن النهاردة الجهاز الطبي هيعلن أو هيطمننا على نتيجة أشعة وليد سليمان بعد إصابته في المباراة الماضية. الأهلي النهاردة هيستعد خلال المران لطبعا يعني الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز اللي هيقابل فيها بعد غد الخميس نادي المقاولين العرب على استاد وي السلام، ده طبعا بعد تعادله سلبيا مع البنك الأهلي يوم الأحد الماضي. كمان عايزين ننتقل إلى يعني الألعاب الأخرى اللي طبعا يعني النادي الأهلي حققنا فيها على يعني تحقيق دايما الانتصارات، والبداية مع الفريق الأول لكرة الطايرة رجال اللي واصل عروضه القوية جدا بعد الفوز على يعني نظيره بترو جيت أمس في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبدالله الفيصل. كان في مباراة قدموا الفريقين مباراة قوية جدا، ولكن استطاع فريق النادي الأهلي أن يقتنص فوز ثمين جدا بعد الفوز بثلاث أشواط نظيفة مقابل لا شيء، لأن النتيجة جاءت كالتالي 25-11 25-19 و25-17.
عايزين نفكر مشاهدينا ان ده الفوز السابع على التوالي في بطولة الدوري للفريق، وكمان المدير الفني للفريق محمد مصلحي حرص ان هو او حرص على تدوير مشاركة اللاعبين خلال هذه المباراة ده طبعا علشان يطمئن على جاهزية جميع اللاعبين، وكمان علشان يقدموا مباراة قوية خلال الفترة المقبلة. ننتقل للفريق الاول لسيدات كرة الطايرة، واللي كمان استطاع ان هو يعني يحقق فوز غالي جدا في المباراة التي أقيمت بينه وبين نادي الشمس مساء أمس الاثنين على صالة نادي الشمس، والمباراة انتهت بنتيجة 3-0. كمان النادي الأهلي الحقيقة استطاع أنه هو يفرض سيطرته من بداية المباراة وحتى نهاية المباراة، لأنه قدم في الشوط الأول تقدم فيه بنتيجة 25-23، الشوط الثاني بنتيجة 25-21، والشوط الثالث بنتيجة 25-20. ده طبعا بعد فوز النادي الأهلي في المباراة السابقة على نادي الزمالك بنتيجة 3-1، وكمان هيلتقي مع نادي الطيران يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري، بنتمنى له طبعا يعني تحقيق الفوز. كمان فريق ناشئات الجمباز بالنادي الأهلي يعني استطاع ان هو يحصل على 18 ميدالية ذهبية في بطولة كأس مصر لموسم 2020-2021، استطاعت او فازت 18 لاعبة في المستوى الأول للجمباز الفني ده برئاسة محمد فؤاد حبيب اللي بيرقص جهاز الجمباز. أخيرا عايزين نفكر مشاهدينا النهاردة إنها تقام يعني مباراة في تمام الساعة 6:00 مساء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بصالة النادي الكبرى، هتجمع ما بين يعني فريق كرة السلة رجال وما بين نادي جزيرة الورد، ده طبعا ضمن منافسات يعني دوري سوبر المحترفين. دي كانت أهم أخبارنا النهاردة على مستوى الفريق الأول لكرة القدم وكمان الألعاب الأخرى من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. بشكركم جدا، عودة للاستوديو مرة أخرى. ده إحنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة مريم سميح مراسلة قناة النادي الأهلي من فرع النادي بالجزيرة، شكرا لك. طيب من أخبار النادي الأهلي زي ما متعودين لأهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المختلفة، وخلينا نروح لنورهان طمان زميلتنا العزيزة ونعرف منها كده آخر الأخبار. صباح الخير عليك يا نورهان، تفضلي. صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وبصبح كمان على مريم من مقر النادي في الجزيرة. صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية، ولكن كمان قبل ما نروح لأخبارنا الرياضية خلينا نفكركم بمباريات اليوم. في الدوري الإنجليزي هيقابل نادي ويست هام نظيره ويست بروميتش الساعة 8 مساء، ونادي ليستر سيتي هيواجه نادي تشيلسي الساعة 10:15. أما بقى في الدوري الأسباني ففي الجولة 19 فهيقابل بلد الوليد نادي إلتشي في الساعة 8 مساء، وكمان قادش هيواجه ليفانتي في نفس التوقيت، وفريق ألافيس هيواجه إشبيلية الساعة 10:30. أما في الدوري المصري فالزمالك هيواجه جونة الساعة 5 في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري. نروح بقى لأول أخبارنا من موقع وجريدة اليوم السابع، كأس العالم لكرة اليد أسباب تقدم منتخب مصر باحتجاج رسمي ضد حكم مباراة السويد. تقدم منتخب مصر باحتجاج رسمي للاتحاد الدولي لكرة اليد ضد حكم مباراة مصر والسويد، واللي زي ما تابعناها امبارح انتهت بفوز فريق أو منتخب السويد 24-23. منتخب مصر احتج على الحكم النرويجي وقال انه جنسية الحكم بتعطي افضلية لفريق منتخب السويد. منتخب السويد المدير الفني له جنسيته نرويجي، بالاضافة انه السويد تعد من احد بلاد الجوار للنرويج. كمان قال منتخب مصر في احتجاجه أنه الحكم لم يكن عادل بصورة كافية طوال فترة المباراة، بالإضافة إلى أنه منتخب مصر شعر بظلم كبير جدا في المباراة، ورغم الخسارة إلا أنه دكتور أشرف صبحي تقدم بتهنئة لمنتخب مصر على صعوده طبعا، وكمان قال أنه أداء منتخب الفراعنة كان مشرف جدا رغم الخسارة. ومن موقع كرة، قرعة مونديال الأندية طموح عربي جديد وبطولة استثنائية.
تتجه أنظار العالم أجمع اليوم لمدينة زيورخ السويسرية لمتابعة قرعة بطولة كأس العالم للأندية اللي إن شاء الله من مقرر إقامتها في 4 فبراير ل 11 فبراير المقبل، واللي طبعا زي ما احنا عارفين النادي الأهلي هيكون ممثل لأفريقيا فيها. كمان خلينا نفكركم أن نادي أوكلاند النيوزيلندي تقدم باعتذار عن المشاركة في البطولة بسبب جائحة كورونا، ولا زال الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بيبحث لبديل لأوكلاند النيوزيلندي للمشاركة في البطولة. ومن موقع صدى البلد سمير عثمان، إيقاف محمد الشناوي هزار وتهريج. الحكم الدولي السابق كابتن سمير عثمان أدلى بتصريحات يمكن كانت قوية جدا بشأن الإيقاف اللي تعرض له نجم النادي الأهلي وقائد الفريق محمد الشناوي بأربع مباريات عقب أحداث اللي حصلت في مباراة البنك الأهلي الأخيرة. وقال كابتن سمير عثمان أنه تقرير الحكم كان غير منصف، بالإضافة إلى أنه الحكم كان طرف في الواقع، وكان لابد أنه لو كان له قرار كان يكون قراره في المباراة وليس بعدها. وكمان أشار سمير عثمان إلى أنه الحكم تم الضغط عليه لكتابة تقرير بشكل موجه ضد محمد الشناوي. وقال سمير عثمان أن الحالة الوحيدة اللي يعني نروح فيها أو يروح فيها الاتحاد المصري أو المسؤول التحقيق عن أي وقع داخل المباراة هي أنه الحكم ما يكونش شاف الوقع بنفسه، إلى أنه وقعة محمد الشناوي كان حكم المباراة فيها وكان من الأولى ان هو يعاقبه في المباراة وليس بعدها. واخيرا من موقع سبورت 360 نقلا عن صحيفة سبورت الكتالونية، إحصائية صادمة لمحمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم. يعني يمكن صحيفة سبورت الكتالونية سلطت الضوء على إحصائية سلبية لنجمنا المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، واللي قالت فيها أنه شارك في 11 مباراة من أصل 12 مباراة خدها ليفربول، ولكن لم يستكمل المباراة بشكل كامل سوى في 6 مباريات فقط، ويليه أو قبله كان فيرمينيو يعد هو اللاعب الوحيد اللي خرج من الملعب في 12 مباراة اللي خدهم ليفربول هذا الموسم. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. شكرا لك جدا زميلتنا العزيزة نورهان، وطبعا شكرا لك يا مريم على التغطية الأكثر من رائعة منكم أنتوا الاثنين حقيقي. شكرا. يمكن قبل ما نكمل يا كريم أنا عايزة أروح معاك شوية للخبر اللي هو كان خاص بالحكم الدولي السابق، يعني نتكلم هنا مش حكم يعني الحكم الدولي السابق سمير عثمان وتصريحاته المختلفة والمستمرة من ساعة ما حدث. فكرة هنا كمان أن المنشات بيقول سمير عثمان عن لسانه يعني إيقاف محمد الشناوي هزار وتهريج، ويمكن كان ليه تصريح قبل كده كان تحدث أن هدف الأهلي صحيح ولا يوجد أصلا داعي لعودة يعني الحكم للفار أو الحكم للفار. فتصريحات من النوع ده برضو إلى حد ما لازم توقفنا شوية أو يعني نستوقف عندها شوية ونفكر، طيب هل كل الكلام ده غلط وهل كل الناس أو 3/4 الناس شايفة أن الموضوع فيه علامة استفهام والوضع برضو كما هو؟ يمكن ده التساؤل احنا سألناه في المقدمة، ولكن فعلا كل شوية حاجة عمالة تحصل، كل شوية تصريح عمالين نشوفه من ناس يعني مش هيجاملوا أكيد الأهلي. أنت بتتكلم عن حكم دولي ومش بس سمير عثمان، العديد من الحكام، العديد من التصريحات، العديد من كمان ما يختص بالنقاد الرياضيين تحدثوا عن هذا الموضوع. فأعتقد ده شيء احنا محتاجين فعلا نلاقي له إجابة زي ما طرحنا على حضراتكم السؤال. أنا مش عارفة. بصي هو باختصار عشان الملك اللي بيحصل كله يعني أديك الزتونة بتاعت الموضوع، شيء مؤسف على كل الأصعدة وعلى كل المستويات، وغريب قوي ان احنا نبقى يعني بنضيع وقت اصلا في الكلام عن النوع ده من الامور. غريب جدا ان الحاجات دي تحصل، غريب جدا ان احنا نكون بنتكلم على حاجات يعني في مثل قديم يقول لك ايه، يقول لك اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. سيبك بقى من الفار ومش الفار والحاجات دي كلها، نرجع على قديم، واللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى، بس كده هننتظر على كل حال. وزي ما انت قلت وزي ما احنا بنأكد النادي الأهلي ليه طريقة في حتى أخذ الحق، احنا بنتكلم بكيان كبير، بنتكلم في شأن النادي الأهلي، فحتى وانت بتاخد حقك يعني زي ما بيقولك ايه ده انك تاخد الحق برضو دي صنعة، فاحنا بناخد الحق بتاعنا ولكن بالأسلوب اللي يليق بالكيان اللي هو النادي الأهلي. طيب تعالوا بقى نروح مع حضراتكم لموضوع تاني خالص. زي النهاردة 19 يناير ولكن من العام 1963 كان يوم ميلاد نجم الأهلي في تمانينات
القرن الماضي، كابتن علاء ميهوب اللي طبعا بنقول له كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه. كابتن علاء ميهوب من مواليد مدينه الحوامديه جنوب محافظه الجيزه، واحد من ابرز لاعبي خط الوسط المهاجم في النادي الاهلي عبر تاريخه، حقق مع النادي الاهلي كتير جدا من البطولات، يمكن فاز ب 18 بطوله مختلفه ابرزها الفوز بخمسه بطولات افريقيه. طبعا كابتن علاء ميهوب من هدافي مباريات الاهلي والزمالك المشهورين جدا، وسجل هدف في مرمى المصري كان هو مفتاح الفوز بكاس مصر سنه 1984. هو من نجوم منتخب مصر في الثمانينات وضمن قائمه منتخب مصر في نهائيات كاس العالم 1990. هنشوف مع حضراتكم تقرير نتعرف من خلاله عن رسائل الجماهير للكابتن علاء ميهوب في عيد ميلاده، ثم فاصل ثم عوده لعشرة الصبح في الاهلي. اتفضل. وعتابي جرب وشوط على طول وعلاء ميهوب وجول، جول علاء ميهوب، جول علاء ميهوب، وبيبكي مش معقول علاء ميهوب، علاء ميهوب هو جول، هو جول، جول الاول للنادي الاهلي. طبعا انا بقول له كل سنه وانت طيب، وانت علاء ما هو ما يعني ما جبت لي سيرته افتكرت الزمن الجميل فعلا، الولاء والانتماء. ربنا يديله الصحة ويخليه كده وفي دايما في سعادة وصحة وعافية زي ما أسعد جمهور النادي الأهلي فترة طويلة. الكابتن علاء من الفيجرز أو الأرقام المهمة في تاريخ النادي الأهلي كرويا يعني. ربنا يديله الصحة وكل سنة وهو طيب. والله الكابتن علاء من الشخصيات المحترمة جدا اللي لها تاريخ متميز مع النادي الأهلي سواء في الملاعب أو خارج الملاعب، وحافظ يعني عامل عملية ثبات مع نفسه. كابتن علاء ميهوب من اللاعبين اللي نقدر نقول عليهم محترفين، فكر الكورة، خد بطولات في أفريقيا. طبعا الأول بنقوله كل سنة وهو طيب، وفي نفس الوقت ما نقدرش ننكر أنه كان طفرة كبيرة جدا في النادي الأهلي، لعب جنب محمود الخطيب، لعب مع طاهر أبو زيد، كان مؤثر وكان له شكل مميز وشخصية معينة كده في الملعب بتعمل تأثير حلو، وخد بطولات طبعا. يعني علاء ميهوب غني عن التعريف. يعني طبعا بقول له كل سنة وهو طيب، لأن كابتن علاء ميهوب ده من الزمن الجميل، من الزمن اللي هو خد أول بطولة إفريقية للأهلي سنة 82، وما ننسلوش الجون الثاني اللي هو جابه في كوتوكو كان جون جميل جدا، وما ننسلوش حاجات كتيرة قوي، يعني مثلا النهائي بتاع الكاس الأهلي مع المصري، الجون اللي جابه في آخر ثانية بعد ما خلاص احنا يعني المصري ضمن الكاس وكده، ودخل وهو ورقص كابتن عادل عبد المنعم وحط الكرة في الجون. فعلاء ميهوب ده تاريخ، تاريخ كبير للنادي الأهلي، بطولات إفريقيا وبطولات دوري وبطولات كاس حاجة يعني، وكان في الناشئين وكان في المنتخب مصر للناشئين اللي وصل لكاس العالم مع طاهر ابو زيد ومع لعيبه كتير، محمد حشيش واسامه عباس، ناس كتيره جدا. طبعا كابتن علاء طبعا كابتن كبير وكلنا بنحبه، كل سنه وحضرته طيب وقبل مليون سنه يا رب ان شاء الله، ونشوفه متالق دايما على قناه النادي الاهلي. كل سنه وطيب. وكابتن علاء ميهوب يعني متربع في قلوب الاهلاويه، لانه محب يعني محبي الاهلي، ومش لا تربطه بالاهلي علاقه مصلحه او ما لا، هو فعلا من نموذج من الناس اللي بتحب بتلعب الاهلي وبنتمي الاهلي حبا في الاهلي، مش علاقته بالاهلي مصلحه وبس. طبعا الكابتن علاء رمز من رموز النادي الاهلي، وهو طبعا ادى النادي الاهلي كتير، وفي المناسبه دي كمناسبه عيد ميلاده احب اقول له كل سنه وانت طيب يا كابتن، ويا ريت دايما نشوفك كده في وسطنا وفي وسط جماهير النادي الاهلي حبايبك، ودايما موفق ان شاء الله في حياتك، واتمنى ان شاء الله يبقى النادي الاهلي طبعا في تقدم وازدهار زي ما هو عودنا منه. كل سنه وهو طيب، ويا رب يكون في احسن صحه واحسن حال، ونسمع عنه كل خير هو وكل لعيب الاهلي، ربنا يبارك لنا فيهم يا رب، حمناش منهم يا رب. نقول له كل سنه وهو طيب ودايما كده في احسن لاحسن، وساب ذكريات حلوة للكورة وللعيبة وللنادي الأهلي، وإن شاء الله كده بعيد ميلاد سعيد عليه. علاء ميهوب اللي رقصه ماشي وشاطها بيده الشمال، بص الكورة جول تاني للنادي.
امبارح كلنا شفنا منتخبنا الوطني لليد والاداء البطولي امام السويد، وكنا زي ما حضراتكم تابعتوا متقدمين، وبعدين تعادلنا ويمكن كمان اكتر من مره وللاسف، لكن انتهى اللقاء بفوزهم بفارق هدف. هنتكلم عن المرحلة القادمة للمنتخب وكلام كتير كمان عن المونديال. خلينا نرحب بكابتن هشام عبد الوهاب المدير الفني لفريق 2002 مرتبط يد الاهلي. صباح الخير عليك يا كابتن. صباح الخير. صباح الخير عليكم كابتن. صباح الخير على جميع جماهير الاهلاويه في كل مكان في مصر. اهلا بيك، منور الدنيا وسعداء بوجودك معانا. وقبل ما نتكلم معاك في اللي جاي، تعالى نقف للحظات عند اللي فات. اكيد ومش بعيد قوي امبارح. هو ايه اللي حصل امبارح بالظبط؟ احب اطمن الاول الجماهير قبل اي حاجه ان احنا ان شاء الله لسه فرص مصر متساويه، ولسه في قدامنا فرصه كويسه قوي، بما ان ماتش امبارح ماتش السويد ما بيعبرش قوي على قوه المنتخب المصري لغايه دلوقتي. احنا عندنا الامكانيات بتاعتنا كويسه، وعندنا الشغل الفني كويس قوي مع المدير الفني روبرتو، لكن امبارح يمكن حصل شويه لخبطه اول مره تحصل، والسبب الرئيسي في المشكله ديت هي البدايه شويه، ان احنا اللي هو الماتشات او المباريات الوديه اللي المفروض المنتخب مصر كان يلعبها قبل كاس العالم دوت، دي اللي حصل امبارح دوت، هو ده بالظبط، هو ده اللي كان المطلوب. النتاج يعني اللي احنا بالظبط كده، ده كان الناتج عن اللي حصل، ان احنا محتاجين في وقت اللي الفريق فيه ابتدى الكيرف بتاعه ينزل ازاي ان احنا نبتدي ننظم نفسنا ونبتدي نرجع تاني ونبتدي ناخد ثقه من نفسنا ونبتدي نعمل اول وجديد تاني. هو دوت شويه الميسنج اللي حصل امبارح، لكن الناتج عن الموضوع دوت هو ان احنا في الاخر خالص بقينا في سيتويشن ان احنا في الاخر مصر، منتخب مصر القائم دلوقتي، لو المنتخب مصر اللي فرصه دلوقتي ان احنا نقدر في الفتره الجايه دي ازاي نرجع بالقوام تاني نرجع الماتشات الثلاث ماتشات اللي جايين. احنا عندنا ثلاث ماتشات هيبقوا ماتشات مهمين قوي بالنسبه لنا علشان خاطر نقدر نباس للمرحله اللي بعدها. حلو، بس خلينا نروح يا كابتن هشام برضو للنقطه دي قبل ما نروح للي جاي. وطبعا احنا خلاص يعني احنا دايما في الاهلي وكمان في منتخب مصر اكيد احنا هنبص للي جاي، لكن ايه الثغرات من وجهه نظر حضرتك؟ يعني الشوط الاول كان حلو جدا، الشوط الثاني غير شويه الموازين او كتير، فخلينا نفهم من حضرتك برضو التحليل. يمكن ترتيب الفرقه او القوام الموجود، السبعه لعيبه اللي موجودين، لو خدنا بالنا من اول الجيم الشوط الاولاني الفرقه زي ما هي، الريتم بتاع التغيير ما كانش كتير قوي في الشوط الثاني، بالذات في اول 10 دقائق من الشوط الثاني. اول 10 دقائق دولت المفروض بنسبه كبيره، انا طبعا مش قصدي هنا ان انا اتدخل في شغل مدير فني، لكن هو بالعكس ده مدرب عالمي ومدرب فكره عالي جدا، لكن الترتيب بتاعي ان انا في الاول خالص المفروض ان فرقه السويد بتجري عليا طول الماتش، عماله تجري عليا فاست بريك طول الماتش، هو بيجري عليا. لو خدتوا بالكم بعد السنطره على طول، بعد السنطره السريعه اللي بيعملها، اول حاجه ان هو بيجرب الاول يشوف الفرقه بتاعتنا رجعت تدافع ولا ما رجعتش تدافع. في خلال التغيير احنا بنغير اثنين لعيبه في الدفاع، ما بين الدفاع وما بين الهجوم، وده حصل في الشوط الثاني، ودي كانت المشكله الاكبر. عقبال ما الاثنين اللعيبه اللي بينزلوا يتمركزوا في المكان بتاعهم، عقبال ما بيقفوا بيكون الفريق السويدي اوريدي خلص الهجمه بتاعته وحط جول. فدي مشكله كبيره قوي، ان انت التغيير بتاعي والتقسيم النفس بتاع اللعيبه بتاعتي المفروض ان انا يبقى التغيير بتاعي اكتر من كده، ده اللي احنا ما شفناهوش، دي المشكله اللي حصلت اكتر. المشكله في المقابل يعني احنا في الشوط الاول بصفه خاصه اخترقنا الشبكه الدفاعيه للسويد اكتر من مره، بس الوضع بعد كده اتغير، لان من الوقت للتاني طول ما انا مدير فني وطول ما انا المفروض دماغي حاضره في الملعب، المفروض ان التغييرات بتاعتي بناء على طريقه اللعب بتاعت الفريق المنافس. فرقه السويد نفذت الكلام ده احسن مننا شويه، بمعنى طريقه الدفاع بتاعتها 6-0 اتغيرت في الشوط الثاني، لان الطريقه بقت متغيره، بقت عندنا مشكله كبيره جدا، ما بقناش عندنا الباكات او الخط الخلفي اللي موجود في النادي الاهلي، سوري انا اسف، موجود في منتخب مصر، ما بقاش بيطلع معانا في النادي الاهلي. انا كمان لما بقول على اللي بينظر للامام قلت الاهلي، ما هو هنعمل ايه يا جماعه؟ لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن منتخب مصر، فبالتالي كان في اللي نصه من النادي الاهلي برضه، اللي نصه طبعا من النادي الاهلي، وكان للاسف دي حاجه مشكله هنتكلم فيها، ان في نواقص من اللعيبه كان المفروض تشارك باكتر من كده. يعني مثلا عنصر اساسي في اللعبه اللي هو في المنتخب اسلام حسن لعيب دولي ولعيب موجود من فتره طويله، السؤال هنا ليه ما كانش دوره كان موجود جدا في المباراه بتاعت امبارح بالذات؟ وجوده في نص الملعب كان هيغير من اداء اللعب بتاع المنتخب. انت عندك اجابه على السؤال ده؟ للاسف لغايه دلوقتي لسه، بس في يعني ما بين ان هم هل احنا مستنيين ان احنا الدور الثاني هيبقى يعني عندنا عناصر مفاجاه فيكون اسلام من الدور دوت، ولا في مشكله ثانيه احنا ما نعرفهاش مثلا ليها علاقه بالاصابه او حاجه، ودي تقديرا لمدير الفني. فنيجي هنا ان احنا الخط الخلفي ما بقاش يشوط الكور من بره، حضرتك خدت بالك الشوط الثاني ما عندناش غير بعد الدقيقه 10 احمد هشام دودو الوحيد اللي شاط الكوره من بره دايره ال 9 متر علشان يصوب من بره،
فبقينا بنسهل المهمه على فريق السويد في طريقه الدفاع بتاعه، فبقى هو ما بقاش عنده مشكله ان حد هيشوط من بره، فبقى ابتدى يدافع على الاوناك بتاعتنا اللي هي خطيره والممثله في سند وبكار الناحيه الثانيه، فبقتش عندنا الكوره ما بتوصلش الوينجات، فبالتالي انت كمان ما بقاش عندك القوه الضربه بتاعتك من بره، ما بقتش يعني يحيى خالد وزين وعلي زين وفي الهاف سواء دودو او يحيى خالد، التلاته ما فيش حد عنده التصرف ان هو يطلع يحل المشكله من بره، وده كان حل من الحلول، ولما عملها اتعملت مره واحده جت جون، بعد كده ما قررتش تاني. طريقه التغيير اللي هي شويه من وجهه نظري شويه فيها عشوائيه من وجهه نظري انا، ان احنا بننزل لعيبه ونطلعه على طول، بجربه انزله هجمه واطلعه على طول، فدي بتعمل شويه اضطراب للفريق ككل طبعا. فبالتالي هنا حصلت شويه لخبطه حتى في اخر تايم اوت، في اخر تايم اوت بيحصل كان في واللعيبه ملمومه، حسيت شويه انا يمكن عشان خاطر الواحد جوه الهاندبول او جوه اللعبه شويه، حسيت ان مفيش توافق بين التكتيك اللي هيتنفس اخر كوره، حتى بالذات ان احنا اخر هجمه بنتكلم عليها اللي احنا كانت سبب ان احنا نبقى متعادلين، ما حصلتش ان احنا عملنا الكوره فالحكم رجع الهجمه، في ترجيع الكوره ديت التكتيك بان للفرقه المدافعه اللي قدامي احنا هنعمل ايه هننفذ ايه، فبالتالي الحكم لما عاد الكوره تاني احنا صممنا نعمل نفس الهجمه تاني، فبالتالي هنا الفريق اللي قدامك بقى عارف كويس قوي التكتيك هيبقى عامل ازاي. فيمكن شويه يمكن ديت اللي احنا قلنا عليها ان هي ممثله في ان احنا ما لعبناش ماتشات وديه، هو دي الحاجات اللي هبقى محتاج ان انا اركز فيها مع اللعيبه اكتر، فيمكن ده مش هيبقى عائق بعد كده ان شاء الله يعني، لان المفروض ان احنا نتدارك الكلام ده، هي دي الحاجات التجريبيه اللي احنا بندور عليها. والتاهل بنقطتين كده يعني، هل ممكن ان احنا نقول هيصعب علينا المرحله القادمه ولا ايه من وجهه نظر حضرتك برضه؟ اوضح حضرتك اكتر شويه كمان يا هوان، ده احنا بنتكلم على المجموعه دلوقتي بقت السويد مصر ومقدونيا، السويد اربع نقط، مصر نقطتين ومقدونيا صفر، والمجموعه الناحيه الثانيه المجموعه المقابله لينا اللي احنا من الناحيه الثانيه فيها الاتحاد الروسي لكره اليد وفرقه الاتحاد الروسي لكره اليد وسلوفينيا وبيلاروسي، دولت الثلاث مجاميع، دولت الثلاث فرق اللي احنا هنلعبهم في المجموعه الناحيه الثانيه اللي معانا. فبالتالي لو احنا بنتكلم على الاتحاد الروسي داخل باربع نقط ثلاث نقط، وسلوفينيا داخله بنقطتين زي مصر، وسوري سلوفينيا داخله بنقطتين، وبيلاروسيا داخله بنقطه واحده، يعني السويد كده رقم واحد، السويد رقم واحد، سوري الاتحاد الروسي رقم اثنين، مصر رقم ثلاثه، بعد كده سلوفينيا، بعد كده بيلاروسيا، وبعد كده مقدونيا. تمام، ده الترتيب اللي موجود دلوقتي. تمام، طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ المفروض ان احنا هنلاعب الثلاث فرق اللي موجودين معانا في نفس المجموعه اللي هم الاتحاد اول، وده اهم ماتش بالنسبه لنا، ده اللي الماتش لازم نكسبه، الماتش ده بنسبه كبيره جدا لو احنا كسبناه هناخد النقط بتاعه يعني هناخد النقط بتاعته هنركبه بمعنى بالبلدي يعني هنركب النقط بتاعته هنبقى تاني واحد بعد المجموعه، وبنتمنى طبعا ان السويد يحصل لها اي دروب من ماتشات الثلاثه اللي هيلعبوها في نفس الوقت، لكن سواء السويد حصل لها او ما حصلهاش احنا يعني نامل ان احنا نطلع اول او تاني في المجموعه ديت علشان نقابل المجموعه اللي هي A وB وC وD اللي هم لسه هيتحددوا. على ذكر المجموعات، هل لاحظت ان في مثلا مفاجاه ما كانت غير متوقعه من وجهه نظر حضرتك شخصيا حصلت حتى الان، ولا كل الناس اللي تاهلت او تصعدت للدور الرئيسي كلها منتخبات منطقيه جدا ومن العدل ومن المنطق ان هم يكونوا موجودين في المكان ده؟ سؤال مهم قوي يا كريم، بس هو سفر لا مفيش حاجه حصلت غريبه ما عدا تونس، تونس محطوطه في مزنوقه في مجموعه اقوى شويه قويه شويه وعندها ماتش النهارده بالنسبه لها حياه وموت، هي لازم تكسب الفرقه الاسبانيا، اسبانيا واحده من القوى العظمى في كره اليد، فلازم تكسب النهارده، وحتى التعادل كمان بالنسبه لها هيبقى فيها مشاكل كبيره، فلازم تكسب النهارده. يمكن تونس ده الفريق الوحيد اللي هو حصل له دروب اللي هو ممكن ما يطلعش للدور اللي بعد كده، دي يمكن المفاجاه اللي ممكن تحصل، لكن غير كده بعدك اغلبيه الفرق كلها ماشيه بقوه متساويه تقريبا كل الفرق. طيب خليني برضو اعرف من حضرتك كابتن هشام، يعني وانت بتتفرج كده اكيد برضو حضرتك يعني عندك خبره في هذا يعني المجال الرياضي او هذه الرياضه تحديدا، من وجهه نظرك كده برضو احنا ايه اللي المفروض نركز فيه عشان الماتش اللي جاي؟ حضرتك بتقول احنا محتاجين برضو ان احنا نصعد ونعمل سكور كويس في الفرقه الحاليه او المجموعه الحاليه اللي احنا فيها، ايه المفروض نصايح نعرفها من حضرتك برضو للمنتخب دلوقتي او عشان الناس نبسطها عليهم يبقوا فاهمين ايه اللي المفروض يتم من خلال المنتخب الفتره اللي جايه او الماتش اللي جاي عشان نقدر ان احنا ادائنا كمان يبقى احسن؟ يعني بمعنى اصح لو هختصر حضرتك السؤال، الثغرات اللي لازم نشتغل عليها.
طيب خلينا نتكلم ان احنا الاول احنا ممكن نتكلم في استوديو لكن في الاخر خالص الوضع الحالي او المدير الفني بيبقى هو صاحب الرؤيه. لا ده انا عارف بس انا هاجي لك انا في النقطه عشان نبسط بس للجمهور اللي بيتابعنا. مهم بالنسبه لنا قوي ان هو يبقى بننفذ نفس الفتره التجريبيه للماتشات التجريبيه اللي احنا عملناها يعمل زي ما عملنا. ما هو دوت اللي انا كلاعب المفروض ان انا متعود على دوت نفس السيستم ونفس اللعب ان انا هلعب 15 دقيقه بعد كده هنزل 15 دقيقه تانيين. هو كان في الفتره التجريبيه اللي فاتت كان بيعمل كده، كان بيقسم الماتش لاربع اجزاء، ربع ساعه في ربع ساعه وربع ساعه في ربع ساعه بتغيير التشكيل. ده اللي ما حصلش. دوت دي المشكله اللي ما حصلتش. احنا ما عملناش تغييرات بتاعتنا زي ما انت معود اللعيبه وزي ما انا مهيئ نفسيا ان انا هنزل انا عارف ان انا هلعب في الوقت المناسب. على سبيل المثال غلطه مثلا من الغلطات اللي انا شفتها من وجهه نظري حصلت امبارح، لعيب زي قداح نزل في تقريبا دقيقه 58 اللي هو اخر دقيقتين، انا لعيب قاعد بقالي 56 دقيقه قاعد بره على البنش ونزلت اخر هجمه ومطلوب مني ان انا اجيب الجون اللي يكسب الماتش. فدي دي بالنسبه لي هتبقى انا كمدير فني شويه كلاعب انا اسف، فانا كلاعب قاعد بره مش مهيئ ان انا هنزل اعمل الفكر المدرب وانا لسه ما سخنتش بشكل كبير. ما بياخدش الوقت الاحمال المناسب بتاعه عشان انزل انفذ الفكر اللي هو قايل عليه. طب هل النوع ده من تعالى نسميها ثغرات حصلت او اخطاء حصلت، هل فكرك وارد ان هي تتكرر مره تانية ولا ممكن يبقى فيه دروس مستفاده نرجع بموجب تعديلها نقف في المكان اللي المفروض نكون موجودين فيه في المونديال؟ طبعا وبالمناسبه انت شايف ان مصر ممكن توصل لفين في المونديال ده؟ هو احنا من الاول دايما متفائلين ان بالذات المنتخب دوت بالتكوين دوت المفروض ان هو بروجريسنج بتاعه يوصل ان شاء الله للفاينل، وستيل لغايه دلوقتي بطمن الناس ان ده اللي المفروض مع يعني البلان اللي محطوطه للمنتخب دوت ان هو يوصل للفاينلز اللي هو المربع وان شاء الله نوصل للميداليه. لكن عشان بنتكلم على تعديل الثغرات طبعا الكلام دوت استفاده، لان احنا المفروض ان المدير الفني دوره ان احنا بنقعد مع بعض بعد الماتش زي دوت، نقعد النهارده مع بعض ونقعد نتفرج على المشاكل بتاعتنا، ايه الحاجات اللي احنا قابلناها عشان ما تتكررش تاني. فكلامك مليون في المية مظبوط، المفروض ان احنا هنقعد المدير الفني هيقعد مع اللعيبه، والمفروض ان في كمان ناس متخصصه ان هو بيقطع لكل لعيب المشكله بتاعتك اتعملت ازاي او ايه المشكله او المشكله جت منين، ودوت اللي احنا بنتعلم منه الدروس. وبعد كده المفروض وانس ان احنا اتعلمنا الكلام دوت هيأثر ان شاء الله في الماتشات الجايه، واعتقد الماتشات الجايه التدرج بتاعها يمكن التدرج بتاعها هيبقى اصعب شويه، لان احنا كان في الترتيب في الماتشات اللي فاتت كان الترتيب متدرج من الاسهل للاصعب. العكس هيحصل في المجموعه الثانيه، هو هيبقى من الاصعب للاسهل. احنا هنلاعب الاول الاتحاد الروسي وبعد كده هنلاعب سلوفينيا وبعد كده هنلاعب بيلاروس، وربما ده يكون لمصلحتنا بتاعي. اتمنى يعني. ان شاء الله ان شاء الله كلنا امل وكلنا ان شاء الله كلنا في ظهر المنتخب المصري ان شاء الله ان احنا نعمل حاجه ان شاء الله. طيب لو هنروح لحارس مرمى المنتخب كريم هنداوي، برضو راي حضرتك ولو في نصايح برضو شايفها ان انت المفروض تديها له. يمكن انا يعني لو احنا بنتكلم على اي 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 حد بينتسب للمنظومه لكره اليد عارف ان اساس الرياضه دي بالنسبه لها حارس مرمى قوي، دفاع قوي، ارتداد لفاست بريك سريع. احنا امبارح كان كريم كان ربنا موفقه كويس قوي 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 الشوط الاولاني. الشوط الثاني حتى لو يعني من وجهه نظري برضو حتى لو الجون سوبر ستار انا محتاج ان طريقه الدفاع بتاعتي تتغير، وبناء عليه ان انا محتاج ان انا على الاقل اخلي الجون بتاعي كمان يتغير وياخد نفسه ويبتدي يبص على يبقى ليه وجه يعني ليه فيجن مختلفه جوه الملعب وابتدي ينزل الملعب تاني. ده اللي ما حصلش، ده اللي كان المفروض شويه يعني من وجهه نظري كان عصام الطيار كان لازم ينزل ياخد على الاقل 15 دقائق وبعد كده ينزل كريم هنداوي تاني ينزل يصد يكمل بقيه الماتش. لكن كريم ان احنا بنتكلم عليه الكيرف بتاعه وهو طبعا لعيب ما فيش خلاف عليه، كريم واحد من السوبر ستارز الحراس المرمى في منتخب مصر، لكن في الكيرف في الشوط الثاني كان محتاج ان احنا يبقى فيه تغيير شويه على اساس ان هو ياخد نفسه ويرجع تاني يقف في الجول. لكن كلامك صح طبعا. احنا سعداء جدا لوجودك معانا، للاسف انت عارف محكومين بمده زمنيه طبعاً معينه وطبعاً طبعاً يعني استفدنا جدا من وجود حضرتك معانا. ان شاء الله نرجع نلتقي معاك مره تانية ويكون في انتصارات بقى نتكلم عن تفاصيل. كريم انا مبسوط جدا ان انا موجود دايما الواحد موجود في بيته، وبصراحه بشكركم جدا موجود هنا ودايما ان شاء الله توفيق للنادي الاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله. بشكركم ميرسي جدا. هنروح فاصل سريع ونرجع نكمل، لسه معانا فقرتين حواريتين، خليكم معانا. الفترة اللي فاتت كانت صعبة علينا كلنا على مصر كلها في الفيروس اللي موجود، فطبعا فعل البنات كمان أكتر، فاحنا قللنا عدد الوحدات في الأسبوع وقللنا عدد البنات، يعني بدل ما كنا بنشتغل بتكرارات أكتر وخمس مرات في الأسبوع
بقينا بنشتغل اربعه بس، فده عشان خاطر الفيروس اللي موجود. وعلى كل جهاز بقى بندخل بنعقم ايدينا قبل ما يعني احنا بنمسك كل بنت وبنت بنعقم ايدينا وبنحط الكحول وبنلبس كمامتنا. وده طبعا بكل يعني في تعليمات من الجهاز الفني بقياده الدكتور محمد فؤاد واسمها المدرب العام، بان احنا في موضوع الاجراءات الاحترازيه ممنوع ان احنا نخش بكمامات. كلنا لازم نلبس الكمامه طول، بين كل بنت وبنت في كحول بيترش على ايدينا، بين كل جروب وجروب كحول بيترش على ايدينا. واولياء الامور تعبوا واحنا تعبنا، والحمد لله البطوله اللي فاتت الحمد لله احنا جايبين 19 ميداليه ذهب واثنين فضه. هي طبعا كانت بطوله صعبه جدا جدا، ان كان الوقت فيها قليل جدا، احنا اتمرنا يعني حوالي شهرين ونص شهرين، لان الوقت كان صعب في موضوع الاجراءات الاحترازيه وكده، وبدانا متاخر. الحمد لله يعني كثفنا على قد ما نقدر وقتنا، وكنا على قد ما نقدر وقتنا يعني بيبقى قليل، بس الحمد لله البنات كانوا كويسين وكانوا في التمرين وكده. والجروب اللي معانا مدربين رجاله الحمد لله قدروا ان هم يشتغلوا الحمد لله، كابتن عبد الرحمن صوفي وكابتن تقي وكابتن محمد ومس زينة ومس شيماء، الحمد لله قدرنا كلنا مع بعض تيم واحد ان احنا نقدر نوصل بالبنات للمستوى الحمد لله اللي كان بيليق بينا. والحمد لله قدرنا نكسب ثقة الجهاز الفني وثقة المدرب العام. المدربين بيتعاملوا مع الولاد عشان هم سنهم صغير ان هم زي بابا وماما، فبيبقى فيه جزء شده وجزء لينا، لان احنا لعبه الجمباز لعبه صعبه جدا، فلازم يبقى فيها التزام ولازم يبقى فيها تركيز عالي جدا. فالمدربين بيعملوا حسابهم قوي في تمرين مع اللعيبه ان هم يحافظوا عليهم على قد ما يقدروا، هم بيخافوا عليهم جدا وبيحافظوا عليهم على قد ما يقدروا. احنا لعبنا تحت 8 سنين وتحت 7 سنين. تحت 7 سنين كان عندنا 24 لعيبه، خدنا الحمد لله 24 ميداليه ذهب، وتحت 8 سنوات 21 لعيبه 19 ميداليه ذهب واثنين فضه. وطبعا كان الموضوع صعب جدا لان فتره التدريب كانت قليله قوي بعد العوده من الكورونا واستئناف النشاط، فكانت فتره التدريب ان احنا نأهل اللعيبه للاجباريات اللي الاتحاد حاططها فتره قليله جدا، فالموضوع ده كان صعب، فاضطرينا ان احنا في اخر فتره البطوله ان احنا نكثف التدريبات شويه. وطبعا اولياء الامور كان ليهم دور معانا جامد جدا، فانا طبعا بشكرهم على ان هم واقفين معانا علشان في الاخر نوصل للنتيجه اللي احنا وصلنا. هو تجهيز نفسي بعد التجهيز البدني، علشان هو مبين لو نفسيتهم مش كويسه احنا مش هناخد اي حاجه، حتى لو هي لعيبه لو احسن لعيبه ممكن تطلع تقع عادي. التجهيز البدني او علاقتي بيهم دي علاقتي هتبقى مختلفه شويه عن المدربين، لان انا كنت لاعبه، فالموضوع هيبقى من برسبكتيف مختلف شويه، يعني هيبقى حتى برسبكتيف عن باقي المدربين، لان انا يعتبر سني صغير بالنسبه لهم ولاعبه، فالموضوع هيبقى الطف وبيبقى اسهل. عامه الاستعداد 13 سنه هو بالنسبه ان هم كبار فهم اختياري، واستعداداتهم اصعب شويه لان بنات في سن صعب والسن محتاج تركيز اكتر، فبنزود تمارين بنزود اعداد بنحاول نزود نخليهم يستحملوا اكتر، فان شاء الله بنستاهل. انا لعبت هنا كتير قوي وعملنا تيست كتير وفتنس كتير، رحت البطولة في مدينة نصر، خدت مركز أول، خدت ميدالية ذهب. اسمي ليلى أبو المجد وعندي 7 سنين ونص، في مدينة نصر. والبطولة اللي فاتت جبت ميدالية ذهب. بدنا نتمرن كتير ونتعب عشان نبقى نلاقي حاجة، اشتغلنا بيم وحصان وأرضي ومتوز، كلنا كنا عملنا أحسن حاجة عندنا وجبنا ده. قعدنا نتمرن كل يوم وعملنا الحركات كلها، وكابتن قعدوا يشغلونا فيتنس عشان نعرف نعمل الحركات كلها في البطولة. يا أهلا بكل حضراتكم من جديد. الحقيقة يعني من زمان قوي دايما معظم الآباء والأمهات وأولياء الأمور لما بيكونوا أطفالهم الصغيرين عايزين يعني يخلوهم يبتدوا يمارسوا رياضة أو يشركوهم في نشاط رياضي ما،
99% من المرات بيكون دايما الاختيار لصالح رياضة الجمباز تحديدا نظرا لأهميتها وانعكاساتها الإيجابية على الصحة العامة وعلى القوة البدنية والرشاقة والمرونة والليونة إلى آخره. هنتكلم مع حضراتكم دلوقتي من خلال فقرتنا دي عن رياضة الجمباز وكمان عن بطولات النادي الأهلي تحديدا في هذه الرياضة مع دكتور محمد فؤاد حبيب وهو مدير جهاز الجمباز بالنادي الأهلي. صباح الفل على حضرتك، منورنا. أهلا وسهلا كريم، صباح الخير. صباح الخير يا فندم دكتور محمد، منورنا. وجمباز يمكن لعبة يعني من واحنا صغيرين، هي ليها يعني شهرة كبيرة جدا، ويمكن كل الأطفال في السن كده 3-4 سنين أهليهم بيودوهم يلعبوا جمباز عشان يهدوا شوية. هي لعبة ليها تاريخ كمان كبير في مصر، وهروح أبدأ بحضرتك لو تسمح لي بقى، أنا إزاي بختار لاعب الجمباز وإزاي بعده عشان يبقى بطل بعد كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لعبة الجمباز هي لعبة مركبة شوية، لأن في الولاد لازم اللاعب يؤدي على 6 أجهزة، وفي البنات تؤدي على 4 أجهزة، وبالتالي لما بنيجي نختار لازم يبقى فيه مواصفات معينة تؤهل الولد أو البنت أنها تنجح في الأداء المطلوب منها. كويس. المتغير الثاني أن الولد أو البنت يكون عنده مواصفات أنه يستمر في اللعبة من البداية في 4 سنين إلى أن يصل إلى لعيب الدوري. يعني دي المعايير اللي احنا بنحطها في اختياراتنا. الاختيارات بتكون فيها تدقيق كبير جدا عشان تاخدي الخامات اللي تقدر تستمر في اللعبة. أيوة. لعبة الجمباز لعبة فردية، احنا بنسميها كده ايه، منك للجهاز. اللاعب مفيش حد معاه، لحد هيستد معاه مع ربنا بس، مفيش تاني. ونعم بالله، مفيش تاني. هو هيعوز ايه اكتر من كده؟ مفيش تاني. فبالتالي احنا لعبة نمرة 2 بقى او 3، اللعبة فيها خطورة، احتمال السقوط، احتمال الاصطدام، لازم كل المواصفات دي تتحط في الاعتبار وانت بتختار عشان تختار لاعب مؤهل انه يعتمد على نفسه، قدراته البدنية، قدراته الحركية تؤهله انه ينجح في الاداء، يحمي نفسه، يطور مستواه الى ان يصل الى اعلى مستوى. انا عندي سؤال خاص بالقدرات، هل كمان القدرات النفسية؟ يعني هل انا ممكن الاقي مثلا نشء صغير جيد جدا بدنيا وذكي، ولكن نفسيا هو او معنويا ما عندوش الثقة في نفسه؟ أعتقد من كلام حضرتك أنا فهمت أن الثقة عامل أساسي، لأن زي ما قلت كده مني للجهاز، فأنا شايل الموضوع كله بنفسي، فهل العامل ده برضو بيفرق؟ شوف، الجزء ده مهم جدا، وإحنا في الاختبارات اللي بنعملها بنعمل اختبار يدل على ثقة الولد أو البنت في نفسها، في اختبارات بتقيس الحكاية دي، فبنستخدم الاختبار ده. حاجة تانية الأهم، أن الولاد والبنات قبل ما نختارهم أو نعمل لهم اختبارات للانتقاء، هم بيخضعوا البرنامج مدته حوالي 8 شهور، ونقعد نراقبهم ونتابعهم في كل تفصيلة صغيرة، الحركة بيعملوا ايه، مين بيقدر بيبان في الأطفال. هم 4 سنين بس، لو حضرتك تركزي في أدائهم في التدريب هتلاقي فيه فروق فردية في الشخصية، في فروق فردية في الجانب النفسي، ده كل ده بقى الجانب المهارات والقدرات البدنية وما إلى ذلك. لكن هذا الأمر مهم جدا جدا، لان لعبه الجمباز ليها مواصفات نفسيه خاصه مختلفه عن مثلا الالعاب الجماعيه. الالعاب الجماعيه بيبقى فيها شغل جماعي، ممكن حد يسند على حد حد، لكن الجمباز لا، مفيش كده. فده بنراعيه جدا في عمليه الاختيار وفي عمليه متابعه الاولاد اثناء البرنامج التدريبي اللي بنديه لهم قبل عمليه الاختبارات. على صعيد المدربين، هل مدرب الجمباز او مدربة الجمباز لازم يكونوا لاعبين سابقين، ولا ممكن الخلفية الأكاديمية بس تكون كافية وتأهلهم لتدريب النشء في هذه الرياضة بالتحديد وإعداد وتجهيز أبطال مستقبليين؟ هو طبعا لو عنده خبرات، شوف، لاعب مدرب الجمباز لازم يبقى عنده 3 حاجات أساسية. لازم يبقى عنده علم، معرفة بكل أمور التدريب المرتبطة بالجمباز والعلوم الأخرى المحيطة بها، لازم يبقى عنده خبرة مر بيها وكيف يتعامل مع المواقف المختلفة، لازم يبقى عنده سلوك يؤهله انه يكون مدرب جمباز. يعني السلوك يعني ايه؟ هديك مثال، مدرب الجمباز اكتر مدرب عنده صبر وقوة احتمال، لان الحركة اللي ممكن حضرتك بتدرب عليها دي ثمارها يجي بعد 6 أشهر، يجي بعد سنة، فانت بتشتغل على حاجة هتاخد نتيجتها بعد سنة. فطبعا لو المدرب عنده خبرات كلاعب هيبقى افضل، بس انت في السوق في مصر عدد المدربين اللي هم كانوا لاعبين واشتغلوا في المجال عددهم قليل، ما يكفيش السوق. ففي مدربين بيدخلوا عن طريق الدراسة الأكاديمية، وده وارد، بيسكر خبراته وما إلى ذلك. في النهاية أنت لما بتيجي تختار بقى مدرب
في النادي الاهلي بتحط معايير اللي تصلح للاعيبه النادي الاهلي وللتدريب في النادي الاهلي. انت عارف النادي الاهلي المدرب بيدرب على المركز الاول طبعا، ما بيشتغلش على المركز الثاني. لازم المدرب يبقى عنده كده روح المنافسه، انه عايز روح المكسب، عنده العناصر كلها وبيؤدي وعنده خبرات وعلم وسلوكه تمام وكويس. اتفضل. مدرب لازم عنده ثقه في نفسه، مدرب عايز مجهود. انت عارف احنا عندنا السنه دي احنا في نص الموسم اهو، احنا عندنا حاجه غريبه جدا، عندنا اصابات في المدربين. الله، من كتر ما المدربين بتحمي اللعيبه وبتبذل مجهود اصابات، بدءا من المدرب العام مها نجيب اصابه، كابتن وليد نبيل اصابه في كسر في عظم الوجه، رانا وزينة اصابات في الكتف، لان بيحصل مواقف، كابتن احمد عاشور اصابه في الرجل، بيحصل مواقف مفاجاه، المدرب خايف على اللاعب بيتدخل طبعًا، ممكن يحصل طبعًا اصابه طبعًا. ده بيدل على ان المدربين بتبذل اقصى جهد، مستعده تخاطر بنفسها عشان تدافع عن اللعيبه وتحمي اللعيبه. انا بمناسبه الاصابات فعلا عايز اروح مع حضرتك لاصابات اللعيبه بقى كمان نفسهم، يعني ايه اخطر الاصابات اللي بتصيب اللاعبين، وهل بتختلف بين سيدات ورجال؟ وبرده خليني اسال حضرتك ايه اكتر فئه ممكن ان هي تتاثر، يعني اللي هم على كفاءه عاليه فبيلعبوا اكتر او بيلعبوا اخطر او بيلعبوا بشكل اقوى، يعني خلينا نفهم من حضرتك. هو طبعا الاصابه طالما ان احنا بنلعب رياضه يبقى الاصابه معرضين طبعا، بس في عوامل تانية كتير ممكن بنوفرها في التدريب بتقلل نسبه الاصابه. توفير عوامل الامان، خبرات المدرب في عمليه الحمايه والسند لازم تكون متوفره بشكل كويس جدا، ومع هذا الاصابه ده امر قدري ممكن يكون موجود. بس عايز اقول لك على احصائيه اتعملت في بعض الابحاث ان رياضه الجمباز نسبه الاصابه فيها اقل من كره القدم. الناس فاكره العكس، لا. وده جاي منين؟ من توفير عوامل الامان بشكل كبير. طيب الاصابه يمكن عشان الهواء، عارف يا كريم، والنط والحاجات دي الواحد بيخاف، وما فيهاش التحام زي كره القدم مثلا. مفيش التحامات عندنا، بتوفر انت بيئه امنه جدا لعمليه التدريب، مفيش مخاطره في عمليه اختيار المهارات والتدريب عليها، وده بنقوله للمدربين ان كل اللاعب يقدر يعمل مهاره يتفضل يعملها، مفيش بقى مخاطره، مفيش مدرب يقول انا هعلم مهاره صعبه جدا وهو اللعيب مش مؤهل ليها. اللاعبين بيتدرجوا في المهارات، يعني الصغيرين بيعملوا مهارات بسيطه، كل ما نكبر المهارات بتزيد. عاده الاصابات بتيجي اكبر في اللاعبين الكبار اللي في الدرجه الاولى في المرحله اللي فوق، لان في صعوبات اكتر، لان في مهارات اكثر خطوره، فده وارد ان يحصل اصابات. لكن احنا الحمد لله نسبه الاصابات عندنا في النادي الاهلي اقل بكتير من انديه تانية، بفضل ان احنا بنوفر ظروف امنه، وان المدربين بتدرس كويس جدا كيف تحافظ على اللاعبين، وده مبدا احنا بنحطه في الجهاز الفني، مفيش خطوره. هل رياضه الجمباز من الرياضات اللي ممكن يبقى فيها احتراف بالمعنى المفهوم؟ هو لحد دلوقتي بالنسبه لمصر مش موجود، ممكن يكون موجود في بعض الدول وصلت الى المرحله دي، لكن لسه مساله ان لاعب جمباز يخرج ليحترف في مكان بره لسه مش موجودة على مستوى المصري. كل اللاعبين اللي بتطلع بالمستوى الدولي بتلعب باسم البلد بتاعتها لسه، يعني المسائل على صعيد الأندية مش المنتخبات مفيش كده لغاية دلوقتي، لسه مفيش كده لحد دلوقتي. لكن بتوقع مع تطور مسألة الاحتراف وتطور يعني العملية في المستويات التنافسية ممكن جدا يكون كده، ممكن تلاقي. هو ليه يا دكتور محمد لسه يعني بمنتهى الشفافية خلينا برضو نعرف، هل ما عندناش الكوادر، ما عندناش الدعم المالي، ما عندناش الدعم المعنوي؟ يعني واضح ان المبدأ نفسه لسه ولا المبدأ يعني انت لسه كل دلوقتي مثلا ايه النادي الاهلي. اولا احنا كنادي احنا معتمدين بنسبة 100% على ابناء النادي الاهلي. يعني احنا كنشاط رياضي في النادي الاهلي ما عندناش ان احنا نستقطب، وده قرار مجلس اداره هو معمول بحكمه علشان يدي اكبر فرصه لاولاد النادي الاهلي ان هم يطلعوا. ممكن يكون في خامات كويسه بره، لكن انت طلع من عندك وبنطلع من عندنا وبنوصل للمنتخبات. فمساله بقى ان احنا حد يجي محترف او ان حد من هنا يروح محترف لسه ما وصلناش للحكايه دي. خلاص نعمل منتخب اهلي بس لو هو
هو يعني نادي الاهلي الحمد لله. هنعمل فيه ايه طيب؟ النادي الاهلي الحمد لله مش محتاجين حاجه. عندنا امكانيات كويسه جدا، عندنا جهاز فني كويس جدا، عندنا اداره دعم كويس جدا، دعم كويس جدا، اداره قويه في النشاط الرياضي ورانا، وجمهور كويس جدا، مجلس اداره ما شاء الله. بس كل الكلام ده بيخلي ان في مسؤوليه كبيره جدا طبعًا على المدربين وعلى اللاعبين ان هم لابسين تيشيرت طبعًا ليها تاريخ وبناء عليها في توقعات عاليه جدا عند حتى المشجعين والمشاهدين. عايز اسال حضرتك، كنت بتقول مع التطور اللي حصل في الفتره الاخيره، هل التطورات دي شملت مستجدات في دنيا الجمباز؟ هل في قوانين استجدت تم تعديلها؟ هل في اجهزه استجدت؟ شوف، احنا رياضه الجمباز اكتر رياضه تعتبر متغيره مش ثابته. يعني لو اتفرجت على جمباز من 10 سنين بس في فيلم فيديو هتلاقي انت بتتكلم في تاريخ ذهب مع الماضي، لان في حركات جديده بتطلع، في تكنيكات جديده، تكنيك اداء مختلف بيطلع، في طرق في التدريب جديدة بتطلع، في أجهزة مساعدة في التدريب، لأن التدريب في أجهزة قانونية بتأدي عليها، وبعد كده في أجهزة تساعدك على إنجاز أداء المهارات. هذا التطور كبير جدا في مجال الأجهزة المساعدة. يعني في أجهزة لو الجهاز عندك هتعمل نوعية المهارات دي، لو الجهاز مش عندك مش هتعرف تعمل نوعية المهارات دي. فالتطور بيحصل في كل الأمور المرتبطة بالتدريب، حتى الأجهزة نفسها القانونية بتتغير لمصلحة اللاعب. يعني نوعية البراءة ماتيريال نفسه كل سنة والتانية تلاقي فيه ابتكارات جديدة جدا عشان الجهاز يطلع اللعيبة أكتر، عشان الجهاز يكون سيفتي أكتر. فأنت في لعبة ديناميكية متغيرة جدا، لازم تكون على مستوى الحدث وعارف إيه الجديد، وعارف إيه اللي أنت محتاجه، وعارف إيه الأجهزة اللي أنت عايز تشتريها، وعايز إيه. أنت مش كل جهاز ينفع لكل مكان. أنت في الظروف اللي انت فيها دي، طبعا بالاعمار السنيه اللي حضرتك شفتها دي، احنا طبعا عندنا اعمار سنيه صغيره جدا، واضح اهو في الامارات ما شاء الله، مساله صعبه جدا في التعامل مع السن الصغير. اكيد اكيد. لا هو كمان ممكن يبقى صعب من ناحيه الاكل، يعني احنا بنخليهم يستعدوا ازاي السن ده وهم صغيرين؟ وطبعا دول بيبقى ليهم طبيعه تانية من ناحيه الاكل او التغذيه، لان اطفال، فكلنا بطبيعه الحال لما كنا اطفال بنحب ناكل حلويات، حاجات كلها غير صحيه، بس استعدادات للبطولة بتكون أكيد متطلبة نظام صحي، إحنا نفسنا ككبار ممكن ما نبقاش عارفين نمشي عليه، فالصعوبة في دي بقى إزاي بتعملوها؟ هو خلي بالك بقى، طالما إن الولد أو البنت دخلت في تراك الجمباز وده بيبتدي من 5 سنين، فهو لازم في نظام في حاجات كتير جدا، نظام في الأكل، نظام في النوم، نظام في التدريب، لأن في مجهود كبير بيبذل. صحيح هو مناسب للمرحلة السنية، لكن كمان لازم تعود بقى اللاعب اللي دخل ده من خلال التواصل مع الأسرة ان في نظام الليله كلها عند الاسره طبعا، في الحته دي بالتفصيله دي تحديدا، يعني ان ده محتاج نوعيه معينه لان المجهود هيبقى كبير. وعلشان قدراتي البدنيه وبالذات العضلات تتكون وتنمو لازم في نوعيه معينه من الغذاء. بنتكلم مع الاولياء الامور وبنتكلم مع الاولاد والبنات الصغيرين دول، لازم تاكلي كذا ولازم تعملي كذا ولازم تعملي كذا، لان ده مهم جدا. ودور بقى اولياء الامور طبعا اللي احنا بنشكرهم جدا معانا كبير جدا، ان هم اللي بيشيلوا بقى تنظيم الوقت وتنظيم المذاكره وتنظيم مواعيد التدريب. احنا تدريبنا دي حله محشي واحده كفيله، ده هي تدمر اي زياده في الوزن عندنا ان شاء الله نص كيلو للاعيبه بتبقى مشكله كبيره جدا، لان كل حركات الجمباز بتتعامل مع رفع وزن الجسم. فرفع وزن الجسم ده لما بيزيد الوزن بقى في عقبه كبيره جدا في التحكم فيه. صحيح. دكتور محمد احنا بنشكرك، وباذن الله كده دايما يبقى النادي الاهلي موفق في رياضه الجمباز دايما، يا رب يطلع علينا كده ابطال دوليين كمان باذن الله. شكرا يا فندم، نورتنا وشرفتنا. هنطلع فاصل سريع ثم عوده لاخر فقره حواريه في حلقتنا النهارده. اتفضل. اليومين اللي فاتوا بنشوف زي ما بنقول كده العجب شويه، اخطاء تحكيميه وقرارات غير مفهومه. خلينا نقول ان كل ده هنحلله ونفهمه اكتر مع ضيفنا العزيز الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي باخبار اليوم. صباح الخير. اهلا بيك يا استاذ. اهلا نور الدنيا يا فندم، سعداء بوجودك. منورين على طول. بنور حضرتك. الصبح بنبقى معاكم على طول. يسعدنا ويشرفنا متابعه حضرتك لينا. زي ما بتقول نهاوند، فعلا هو من ناحيه شفنا العجب فشفنا العجب. وطبعا العجب ده ليه اوجه متعدده هنتكلم مع حضرتك في تفاصيلها، بس نمشي في الاول بالترتيب كده لو تسمح لنا مبدئيا كده قبل ما ندخل بقى على التحكيم واللي نتج عن التحكيم. هو الفار افاد ولا اضر بالكره سواء في مصر او على مستوى العالم؟ هو الفار المفروض ان هو عنصر مساعد بيخلي العمل افضل. يعني وبيجيب لك حقك وبيجيب للناس كلها. يعني المفروض انه الحكم من اول
نظرة زي ما كان بياخد زمان القرار لوحده من غير مراجعة من غير حاجة. لا ده النهاردة الفار بيديله فرصة ان هو يعيد لقطات الخطيرة في المباراة ويحاول ان هو يصلح خطأه، لكن ما ينفعش بقى ان هو يكون واخد قرار صح وبعدين الفار يخليه يحكم غلط. يعني الوضع الطبيعي ان هو بيساعد على التقويم، على تقييم العمل بشكل كويس واصلاح العمل ده. انما للاسف الشديد انه برضو احنا الناس مش فاهمة الحالات او ازاي يطبق هذه التقنية بالشكل اللي يفيد لعبة كرة القدم. أيوة يعني هو مفروض يقضي حضرتك بتتفرج على السكرين شاشة الفار من اكتر من زاوية، يعني اللقطة بالزبط. المشتبه فيها من بقول كل الزوايا، فما فيش مساحة غير لو في اهواء بقى، ده موضوع تاني. بالظبط الاهواء بقى هي اللي ممكن تخليك عشان جاي تصلح بتخربها. للأسف الشديد ده اللي بيتم. فاحنا بنتكلم على الجزئية دي، ان انت عندك فرصة ان اللعبة تشوفها مرة اخرى فتتأكد من قرارك او تصلحه لو في خطأ. للأسف الشديد انه الاهواء هي اللي ممكن تخلي الحكم يغلط بدل ما يصلح، وده اللي احنا بنشوفه. سواء كده بيخاطر يعني بتاريخ، بيخاطر بشغله، بيخاطر بكاري يعني اعتقد الموضوع برضو. يا استاذ نهاوند هي المشكله انه عقوبات الحكام حتى غير معلنه، يعني ما فيش حكام بيعلن ان هو تعاقب لانه غلط، وبعدين غلطته غير قابله للتصليح اصلا. يعني ممكن جدا في فرق كبيره خرجت من كاس عالم، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، البرازيل، بأخطاء تحكيمية ومع ذلك ما حدش قدر إن هو يعيد مباراة مثلا إلا في النادر. وفي لو إحنا تابعنا الحكام الأفارقة مثلا اللي كانوا بيحكموا مباريات للنادي الأهلي، منهم حكم مباراة الأهلي والترجي اللي هي مايكل إنرامو اللاعب اللي جاب الكرة بإيده هدف في النادي الأهلي. الحكم ده اكتشف فيما بعد سنوات أنه هو مرتشي وتم شطبه من سجلات التحكيم. ما هي دي القضية، أن أنا يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي يا فرحتي الحكم اتعاقب، طب أنا تعاقبت قبله. اللي حصل بقى بيكون حصل خلاص. بالضبط اللي حصل حصل، وبعدين أنا بكون اتضريت فعلاً. وبعد كده بقى لما تيجي تصلح تبقى كارثة بقى، يعني خلاص ما بيكونش فيه فرصة للموضوع ده. يعني النقطة دي انت عارف النهاردة يعني انطلاق دوري مراكز الشباب للصم في محافظة المنيا بحضور سيد المحافظ اللواء أسامة القاضي ومسؤولي وزارة الشباب والرياضة وفرق الصم المختلفة، اللي الحقيقة بتثبت وبتتأكد دايما على روح التحدي وعلى روح الإرادة اللي موجودة بمنتهى القوة عندهم. خلونا نروح للشباب من نادي المنيا الرياضي مع مراسلنا العزيز محمد توفيق. محمد صباح الخير عليك، اتفضل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، تحياتي ليكم ولضيفكم الكريم ولكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة صبح من الأهلي، ويمكن زي ما بنقول شمس عشرة صبح من الأهلي بتشرق النهاردة من عروس الصعيد محافظة المنيا والبطولة الرابعة لدوري مراكز الشباب للصم. يمكن يا كريم ده دور الستاشر، تم تقسيم الفرق لأربع مجموعات، كل مجموعة أربع فرق. تمت فعاليات المجموعة الأولى في القاهرة الشهر الماضي، ودي فعاليات المجموعة الثانية، والشهر القادم إن شاء الله تبقى فعاليات المجموعة الثالثة في محافظة مطروح، والمجموعة الرابعة ودور الثمانية هيتلعبوا في يمكن أجواء أكثر من رائعة. زي ما قلت دول حقهم علينا كأفراد في المجتمع، يتم دمجهم ووجودهم في المجتمع بشكل طبيعي جدا. ومعانا يكلمنا أكثر عن هذه الفعاليات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا. يعني سيادة اللواء بنرحب بك على الهواء مباشرة وعشرة الصبح في الأهلي مع كريم كوجك ونهواند سري. يعني النهاردة تقولي عن الفعاليات ومحافظة المنيا زي ما نقول تزينت النهاردة لاستقبال هذه الفعاليات. احنا بنرحب بقناة النادي الأهلي في محافظة المنيا. احنا النهاردة بنتابع دوري مراكز الشباب للصم في محافظة المنيا المجموعة الثانية، وبنتشرف بحضور الإسكندرية ومطروح والغربية بالإضافة للمحافظة. طبعا احنا بندعم
هنفتتح ان شاء الله قريب المرحله الاولى منه اللي بتكلف 82 مليون جنيه كتوجهات فخامه السيد رئيس الجمهوريه للاهتمام بذو الهمم. النهارده طبعا حضوري وسط اولادي، احنا بنزللهم كافه العقبات، والنهارده يعني زي ما بقول لحضرتك يوم عرس في محافظه المنيا بهذه انطلاق هذه المرحله الثانيه من البطوله. معالي المحافظ، يعني من خلال تعاملك مع الاولاد شايف المشاركه ومثل هذه الفعاليات بتاثر ازاي فيهم، من سواء من الناحيه المعنويه وكمان الدمج في المجتمع؟ طبعا احنا بندمجهم في المجتمع، ده احنا هنا مخصصين لهم في كل المديريات الخدمات، عملنا رامبات ومخصصين موظف خاص لذوي الهمم في كل المديريات هنا، دول اولادنا ودول يعني لا يقلوا اهميه عن الاصحاء، بندمجهم في المجتمع وبنوليهم كل الرعايه. ويعني انا بقول لحضرتك دايما مع السيد وكيل وزاره الشباب والرياضه بنحضر الفعاليات بتاعتهم كلها لدمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم ومواهبهم وابداعاتهم. في الكلمة اللي حضرتك هتوجهها النهاردة خلال الفعاليات، ايه الكلمة اللي هتوجهها للصم المشاركين في فعاليات البطولة النهاردة؟ يعني انا بقول لهم احنا معاكم وانتم جزء اصيل في المجتمع، وانتم لا تقلوا اي عن اي اصحاء، لان احنا الدولة بتهتم فخامة السيد الرئيس موجهنا كلنا بالاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع. شكرا يا فندم، يوم التوفيق ان شاء الله. يعني كريم زي ما انت شايف يمكن دي النسخه الرابعه زي ما قلنا من البطوله، عايز اقول لك ان وزاره الشباب والرياضه اطلقت على النسخه الحاليه نسخه مؤمن زكريا كنوع من المشاركه المعنويه لمؤمن زكريا، ويمكن اكثر من لاعب سجلنا معاهم. انا اتمنى ان مؤمن زكريا ان شاء الله يخف في اسرع وقت ويكون موجود معانا ان شاء الله في المباراه النهائيه. الكلمه ليك كريم ونهوان. استاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي بمؤسسه اخبار اليوم، ولسه عندنا ملفات كتير الحقيقه واوجه اندهاش كتير، عايزين نعرف رايك انت. اندهشنا كتير والله، لازم تندهش معانا، هنندهش لغايه الظهر. طيب من برضو الامور اللي عايزين نعرف رايك ورؤيتك لما سيترتب عليها الخطاب اللي ارسله النادي الاهلي لاتحاد الكوره، هل تتوقع ان يبقى فيه يعني هذا الخطاب سيؤتي ثمار، وهل هيكون في تصعيد ضد اللجنه المؤقته المسؤوله عن اداره اتحاد الكوره؟ يعني شايف الدنيا ماشيه ازاي، وخصوصا في ظل ايقاف محمد الشناوي 4 مباريات وغرامه كعقوبه لشيء لم يتم ذكره اصلا بالظبط، يعني بعد المباراه يعني كمان بالزبط. يعني ولا ولم يتم الاشاره ليه حتى من الحكم نفسه هو الشخص المعني. يعني لو في اي خطا ارتكبه محمد الشناوي كان الحكم مش هيتردد في وقتها، صح؟ في وقتها ده كل القصه ان هو قال له انا بكلمك يا كابتن، يعني لما هو بيوجه كلام للحكم بشكل عادي جدا بيحتج على حاجة معينة ومفيش أي مشكلة طالما لم يتجاوز، فالحكم سابه ومشي، فهو مسكه من دراعه كده، يعني بص لي أنا بكلمك، يعني الكلام ده اتقال ومعلن. ثانيا لو في أي خطأ كان الحكم على طول كتبه في التقرير، فهنا هتطرح قضية إيه؟ أنت في عقوبات اللي أنت بتتخذها بتستند لإيه؟ كاتحاد كورة، هل بتستند لتقارير الحكم والمراقب زي ما هو متبع، ولا هنرجع تاني لقصة انك تجيب صورة تلفزيونية انت مش سامع ايه اللي حصل اصلا، ولا عارف ايه اللي دار، ولا الحكم اشتكى؟ يعني انا نفسي يطلعوا يقولوا لنا لو الحكم محمد سلامة اشتكى من حاجة معينة، او قال ان هذا اللاعب كابتن محمد الشناوي اخطأ في حاجة، خلاص يقولوا لنا قال لفظا كذا. حتى في التقرير لم يتم ذكر ما هو بالظبط اللي كتب عقب انتهاء المباراة. يبقى إذن القرار اتخذ على ايه؟ اتخذ على لقطة معينة، اللقطة دي لقطة زي ما بيقولوا صماء، لا فيها كلام ولا فيها خناقة ولا فيها ان هو مسكه في اعتداء، يعني هو مجرد حوار. طب ما حصل قبل كده انه كان في حوار مع كابتن سامي الشيشيني بينه وبين الحكم، مجرد ان سامي الشيشيني التفت كده ومشي الحكم اتنرفز او حاجه فراح مطلع له كارت، فهو سامي الشيشيني حتى طلع بعد المباراه لما كان بيدرب اسوان وقال لهم يا جماعه انا ما عملتش حاجه، ده انا اتفاجئت ان هو مديني انذار وانا ما عملتش حاجه، فراجع بكلمه بجيبه كده لو سمحت كلمني اشرح لي ايه اللي حصل. فيعني اقصد في فرق بين
الاعتداء بيبقى واضح ما فيهوش لبس طبعا. يعني ما تقدرش تقول مثلا لا انا فهمتك غلط، لا لو في اعتداء بتبقى واضحه بالزبط. ولا هو الاعتراض كمان استاذ جمال مرفوض يعني؟ لا. هل مجرد ان اللاعب يعترض ده اصلا غلط ويحق للحكم ساعتها ان هو يعني يديله كارت اصفر او كارت احمر حسب شكل الاحتجاج؟ يعني لو وده بيحصل كتير، ما احنا هنا مش ده في الكره العالميه، في الكره يعني العالميه، وبعدين حتى على مستوى الانسانيه يعني او البشريه، واحد متضايق والحكم بيديله العذر ان هو الشناوي كان صح. رايح حسب معرفنا ان هو كان رايح بيعاتبه على انه لعيبه البنك الاهلي كانوا بيضيعوا وقت وانت ما اخدتش ضدهم اي حاجه، عشان ما هو هنا الشناوي بيتكلم على جزئيه انه في اضاعه وقت، واضاعه الوقت ده المفروض الحكم ياخد قرارات لايقافه. يعني النهارده لما يبقى فيه لعيب بيتغير هيبدل وهيخرج من الملعب، ما ينفعش ان هو يمشي بيتفسح ومش ماشي على الكورنيش يعني. يعني هو رايح المفروض ان في تايم للمباراه وفي ضمان لجديه المباراه نفسها. يعني لو هو لاحظ ان اللاعب ده بيتلكع شويه، لا لازم يلفت نظره. ده وفقا للقوانين طبعا، صحيح. وفقا لقانون كره القدم نفسه. ما احنا بنتكلم دايما نقول ايه، كره القدم غير يعني كره اليد ما فيهاش وقت ضايع، ما فيهاش واحد يتدلع يطول على طول، في حركه. فحتى من ضمن القرارات اللي دايما بياخدها الاتحاد الدولي ان هو بيحاول يشوف اسرع او اهم طريقه ان هو يختصر الوقت اللي ضايع. يعني حتى لما بتيجي تشوف الفار المفروض يبقى فيه سرعه، ما يبقاش المنظر الحكم واقف 10 دقائق مثلا عشان يتفاوض. لا، المفروض على طول انت عايز تاخد قرارك وتتحرك على طول. أيوة. بحيث انك تقلل الوقت الضايع. اما بالنسبه للاحتجاج فانا شايف ان هو مهم جدا. يعني ما هو الاحتجاج احيانا او في كثير من الاحيان بيوقف شويه، بيخلي الاتحاد المسؤول عن اللعبه ياخد باله شويه ان ايه العمليه اوفر زادت، فتكر بقى يعني خلي بالك مني للظلم يعني. لا مش خلي بالك مني يعني جاملني، لا خلي بالك من ان انت قراراتك معايا فيها تجاوزات. لان البيان اللي طلعه النادي الاهلي على فكره لا يتعلق بالمباراه دي تحديدا. طبعا يتعلق كمان بمباراه وادي دجله، يعني كذا حاجه حصلت قبل كده طبعا، والاهلي ما بيتكلمش عن دي بس بالظبط. فاذا النادي الاهلي برضو بيتكلم على ظاهره موجوده ممكن تتكرر، وممكن مش تتكرر مع النادي الاهلي بس، ممكن تتكرر مع كل الانديه بما فيها انه بتظلم الانديه المشاركه. بس مش بنفس كواليتي الظلم اللي تعرضه النادي الاهلي الفتره الاخيره. يعني في فعلا زي ما بيقال كده ازدواجيه في المعايير، يعني في حاجات كتير بتتحسب على النادي الاهلي بالظبط والعكس مش صحيح. الازدواجيه دي بقى غالبا هي اللي بتبقى محل شك، لانه انت مثلا بتتعامل في لعبه معينه معايا دي لقطات بقى احنا المخرج معانا حق هل يعني هل اعتراض، معلش مع كل احترامنا لشيكابالا، هل ده الاعتراض ده زي الاعتراض بتاع الشناوي؟ يعني ما انا الواحد مش عايز يتكلم علشان ما حد الموضوع حساس، بس هي الصوره هي اللي بتتكلم يعني بالظبط، مش محتاجه يعني. يعني انا احيانا بشوف نسيبنا برضو من اللقطات دي عشان ما نبقاش مخصصين على حد، ما حدش يقول بالظبط. لا في لقطات معينه انا بشوف اللاعب يكاد يعني انا ببقى قلقان وانا بتفرج انه ممكن سوري يعني يرفع ايده وياكله قلمين. يعني ما يعني المنظر اللي هو البادي لانجوج يعني زي ما بيقولوا منظره كده وهو بيتكلم، لا بيعمل له كده عارف التحدي ده خلاص واضحه ان هيحصل حاجه فيزيكال، ان هو بيحط دماغه في وشه خناقه في شارع خناقه بالظبط. لكن لما اكون تقييمك انت ما انا عشان كده بقول الشكل نفسه بيحدد منظر. اصلا في يعني نسب متفاوته من العقوبات ناهيك عن ان ساعات بيبقى يعني المساواه في الظلم عدل زي ما بيقولوا، حتى ده مش بيتحقق. بس واحنا ليه لسه لغايه النهارده بنتكلم في النوع ده من الامور؟ ليه ما فيش قوانين حازمه تقفل الباب ده خالص، تقفل البند ده بموجبها ما نشوفش المناظر اللي بنشوفها في الملاعب المصريه يعني بشكل متكرر في الفتره الاخيره دي؟ بتضرب
ماهية الرياضة في صميم. ما هو حضرتك أنت النهاردة لما اتحاد الكرة شغلته أو لجنة المسابقات إن هي تستفيد من أخطائها، يعني حتى قد يكون اعتراض النادي الأهلي هنا له أهمية غير مسألة المباراة لن تعاد الدنيا خلاص، وعايزين نقول إن الموسم لسه في أوله والدوري إن شاء الله برضو هيبقى موجود، ما فيش مشكلة. يعني إحنا مش بنتكلم هنا على إنه الدوري خلص، لا الدوري شغال والأهلي بيلعب لغاية آخر لحظة، بس إحنا بنتكلم على الاحتجاج. الهدف الأساسي منه هو لفت نظر اتحاد الكرة ولجانه الفنية. ما هو أنت لجانه الفنية دي مفروض تدرس مثلا لجنة الحكام، المفروض إن هي بتتابع الأخطاء بتاع الحكام وبيعملوا اجتماعات فيما بينهم ومحاضرات عشان يوحدوا قصة اللي حضرتك بتقول عليه اللي هو إيه، إنه ما يبقاش فيه ازدواجية، يعني ما تجيش ما تبقاش العملية خاضعة تماما لأهواء الحكم أو استجاباته. لا أنت المفروض عندك عمل كذا يبقى فيه عقوبة كذا من غير تردد، لا تخضع لتقييمك الشخصي، وإلا لو خضعت لتقييمك الشخصي هتبقى كارثة. ليه بقى؟ لأنه أنا ممكن النهاردة كحكم أبقى مبسوط شوية أو أعصابي هادية فأسامحك المرة. والله ده بيحصل كده، والحكم حبوب حيث لا يعني بيبقى فيه خط كده درجات. لو أنا مبسوط شوية أو مش متضايق النهاردة، يفرض أنا خارج متضايق من بيتي اول واحد هقابله اديله كارت احمر مثلا، انت محتاجينها في الحياه دي. لا احنا محتاجينها يا لو مش قادر يدي الكارت الاحمر بيدي اول لعيب يقابله. لا هي في الحياه مهمه جدا، بس ايه ما ينفعش انها في لعبه فيها اطراف وفي اطراف بتتضرب. اكيد اكيد طبعا. طيب احنا هنستاذن حضرتك ان احنا نطلع فاصل سريع ونرجع بعديه مره ثانيه نكمل كلامنا مع حضرتك. اتفضل. مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة، وزي ما بدأناها بأن هي دي فقرة العجائب شوية أو المحاولة لإيجاد حلول ويعني إيجاد إلى حد ما إجابات على علامات استفهام كتيرة طرحت على الساحة الرياضية، وتكلم منها تحديدا فيما يختص بالأهلي والتحكيم مع أستاذ جمال. طبعا أستاذ جمال هروح مع حضرتك بقى أنا وكريم، وكلمنا في اللي حصل، خلينا نتكلم في اللي جاي. نتكلم دلوقتي عن دوري لسه في بدايته، بس دوري قوي واحنا لسه قدامنا شوط كبير جدا. طبعًا. ما هو القادم اللي حضرتك شايفه فيما يختص بقى بالاهلي؟ قبل ما ندخل بقى على القادم، يعني باختصار شديد فضل. ليه النادي الاهلي تقدم باحتجاج على الاوضاع التحكيميه ومن بدري عشان الوقت ما يسرقناش الفتره الجايه دي، ممكن الاخطاء تتكرر. فالنادي الاهلي بيلفت النظر كإجراء احترازي، المرة دي مش للكورونا بقى، المرة دي ضد الأخطاء التحكيمية. كورونا الأخطاء التحكيمية والله يعني إذا جاز التعبير، كورونا الأخطاء التحكيمية. الأخطاء دي على فكرة ممكن مع تكرارها تضيع بطولة صحيح. أو تضيع فرق، مش هقول كمان تضيع الفرق اللي بتنافس على البطولة، ممكن تخلي فريق يهبط للدرجة الثانية ظلماً. فاحنا مش عاوزين ده يتكرر. وانا بتكلم حتى بصفتي ناقد رياضي او صحفي، انه بصرف النظر عن انت محتاج مين يكسب، لا انت محتاج يبقى عندك بطولة. يعني انا واحد من الناس اللي دايما اقول ما ينفعش انه المنافسة على طول تبقى الاهلي والزمالك والاسماعيلي، ايه المانع ان يبقى عندنا دايرة منافسة؟ ما انت ما عندكش نقص في عدد البطولات، فما عندكش مشكلة ان فرق اخرى تخش في المنافسة. لكن احنا بنتكلم هنا انه هذا الاحتجاج او هذا البيان يعتبر اولا ممكن جدا ينتج عنه اعادة النظر في العقوبة اللي وقعت على الشناوي. ولو حصل ده يا فندم يعني هيحصل ايه بقى؟ لا هو طبيعي لو حصل قبول للاحتجاج، المفروض ان ده يقلل العقوبة على الشناوي، على الأقل ما يبقاش 4 مباريات، ممكن مباراتين مثلا لو خلاص في إصرار أو في تمسك بتطبيق العقوبة، يبقى على الأقل تخفيضها على، لأنه في مهمين جدا حرام برضو أنه يغيب محمد الشناوي عنهم.
هو باعتباره الحارس الأساسي للنادي الأهلي. المستقبل أعتقد أنه يعني صحيح الأربع نقط اللي فقدهم الأهلي في المباراتين التعادل يأثروا، لكن أنا شايف أنه لسه الموسم طويل، وبالطريقة بتاع الحكام هيبقى فيه أخطاء في اتجاهات أخرى يعني صحيح. ممكن جدا جدا يعني ايه يعني مش عاوزين نتمنى لو حضرتك تنورنا مره ثانيه بقى نتكلم في الحياه دي من الاخر يعني احنا مش عاوزينها تتكرر طبعا في الاتجاهات الاخرى احنا عاوزين يبقى في عداله. اقول لحضرتك حاجه برضو استاذ جمال، احنا بنتكلم على مونديال يعني كاس العالم للانديه وفكره برضو يعني اكيد كلنا متضررين من هذا القرار طبعا. ونحتاج فيه انصاف ونحتاج فيه يعني حاجه تحصل على ارض الواقع، لان كمان الشناوي احنا مشاركته او حرمانه من اربع مباريات ده ممكن يؤثر طبعا. بالسلب على فكره هنا مشاركتنا في المونديال فيعني الموضوع مش بسيط ابدا. طبعا مش بسيط، وبعدين مش بسيط لانه ده الحارس الاساسي يعني ما نقدرش نقول ان هو لاعب غير اساسي، لا ده الحارس زي ما بنقول دايما هو نص الفريق. بس احنا مش عايزين يبدو ان احنا زعلانين فقط لانه الشناوي نص الفريق، لا الخطأ الاكبر هو في الاداء التحكيمي. أيوة. يعني انا واحد من الناس والله اقسم بالله عمري ما بحب انتقد الحكام بشكل مستمر، يعني مش متعود على ان انا اوجه الانتقادات مباشره بشكل كبير للحكام، بس في اخطاء يعني بتخلي الواحد ايه يعني بيخرج من هدومه، يعني زي ما بيقولوا بتحس بيفيد انه بيك كيل زي ما بيقولوا بيفيد بيك كيل. فطبعا لابد من مراعاه هذه الامور، وعلى لجنه الحكام ان هي تعمل جلسات مع حكامها انها تعمل نوع من انواع التثقيف والاستفاده من الاخطاء عشان ما تتكررش. هو مش النوع ده من الاخطاء كمان كفيل بان هو يعني يحجم من تطلعات الحكام نفسهم فيما يتعلق بالتحكيم الدولي واداره مباريات طبعًا عالميه طبعًا. يعني لما يلاقوا ان احنا الدنيا عندنا بعافيه على الصعيد ده تحديدا بتاثر بطبيعه الحال حكامنا هم كمان هيتاثروا بالسلب لما يعني مش هيتم الاستعانه بيهم في اداره مباريات دايما استاذ كريم. الحكام الكويسين بيبقوا يعني على المستوى الافريقي او الدولي بيبقوا اصلا هم حكام كويسين محليا اكيد، لانه بالنسبه له الدوري كاس مصر بيتجزأ في هو ده المعمل اللي هو بيشتغل بيعد نفسه فيه، بيتدرب بيتعود على انه يتخذ قراراته بشكل فيه عداله، عشان ما نلاقيش حكم مصري في بطوله افريقيا مثلا وبيعمل اي كارثه تحكيميه او اي اخطاء تحكيميه. فالمفروض انه اللقاءات على فكره اللي بين لجنه الحكام الرئيسيه وبين الحكام بتوعها دي المفروض على طول، كان ايام ما كان موجود الكابتن جمال الغندور كان بيعمل لقاءات مع الحكام لتقييم ادائهم. هو بينه وبينهم كده بيقعدوا مع بعض بيشغل يعني هو بيكون في اخطاء هذا بدل الاستوديو التحليلي بتاع التحكيم اللي بيتعمل على الملأ ده وبيبقى فيه اخطاء، يعني انا بعتبره في احيانا بيبقى فيه تجاوز في حق الحكام نفسهم. انت اقعد معاهم في غرفه جوه الاتحاد قول له انت غلطت، لان انت من حقك كرئيس لجنه حكام او كاعضاء لجنه حكام رئيسيه ان انت تصارح الحكام بتوعك باخطائهم زي ما المدير الفني بيقعد مع اللعيبه ويقيم بالزبط. والله انت غلطت النهارده في كذا، لا المفروض ان انت قرارك يبقى ايه في الاتجاه الفلاني بشكل معين، فده مهم جدا يعني. والا حتى وجود الحكم من حيث المبدا هيفقد معناه طبعا، يعني الحكم المفروض ان هو بيحافظ على حقوق من له حق يعني. واللعيبه على فكره لما بتلاقي الحكام اقرب للعداله، العداله المطلقه يحترموا رايهم العداله المطلقه مستحيله طبعًا. بس على الاقل يبقى في اقرب نقطه للعداله، فبتبقى الحكم بيبقى مقنع جدا للعيبه الفرقتين ان هو مثلا لو في لعبه واللعيبه بتعترض عليه يا اما تطبق عليه القاعده على طول انك تطلع له الكارت، ما تسيبش حق ما تتعاملش زي ما قلنا مع لاعب بطيبه قلب وتيجي على واحد تاني تطلع غلك فيه.
لا ده كده اكيد مش بروفيشنال يعني، ده مش شكل احترافي طبعا في الاداء التحكيمي، وده اكيد وفقا للقوانين كمان مرفوض تماما ولا يجوز ان هو يحدث، ولكن للاسف بيحصل في كل مكان في العالم. يمكن كمان تقنيه الفار نفسها برضو يعني ليها سلبيات كتيره جدا، مش بس في الكره المصريه، كمان بنتكلم على مستوى الكره العالميه، يمكن ده شفناه برضو في اكتر من هقول لك يعني. لو انا بتكلم عن رايي الشخصي، وهتلاقي في لعيبه كره كده كمان بيفضلوا ان هم من غير فار، يعني بيفضلوا كرة القدم بدون الفار. ليه؟ يقولك انه ايقاف اللعبة واحتفالك بالهدف بعد زي ما حصل معانا، ما هو ده احنا نسينا الجزئية دي. عارفة لما حد يعمل بوز كده على الجول بالاهلي على اللقطة وبعدين يرجع يشوفها تاني، فبعد ما فرح لا المفروض بقى ان هو ايه خلاص بقى كسرت نفس برضه لحد ما، خصوصا لما بتكون حلوة دي كسرت والله نفس وللجمهور اكتر كمان يعني. انا اذا كنت انا على رايي الشخصي استمتع بكره القدم حتى لو فيها اخطاء بالنظام العادي، لكن اما وانهم اتفقوا على ان في تقنيه تساعد الحكام، المفروض انها تساعدهم فعلا، تساعدهم صح ولا لا؟ ويا ريتها بتساعد، ويا ريتها بتساعد. ده احنا مش عايزين نقول يا ريتها بتساعد، احنا عايزينها تساعد فعلا. لا بس هو الجول كمان يعني كان اقول لك انا الجول انا لو اي لعيب مكان ايمن اشرف يعني قول لي يعني هيقف في الهواء مثلا؟ اصل هو جاي يا جماعه ايه مندفع، هو جاي اصلا طبيعي يعني طبعا طبيعي جدا، لا يمكن يعمل هو يا جماعه معانا لا يمكن يعمل. بص هيعمل ستوب ازاي في الهواء؟ وبعدين لو تلاحظ برضو انه مدافع البنك رامي عليه ورا يعني ولم يرتقي زيه يعني زيه. غير لم يرتقي حتى لم يفاديه لم يتفاداه. انا مش بقول ان هو يعني غلطان، بس انا على الاقل بقول ان ايمن اشرف في الوضع ده طب هي الكره قدامه هيعمل ايه؟ وبعدين اصلا اللاعب البنك الاهلي ما طلعش على الكره، فمفيش تعمد يعني، فين التعمد برضو؟ انا لا ده هو ما مش فاهماها لحد دلوقتي يعني. انا ما انا بقول لك دي فيها ممكن تلاقي حكام يقول لك اللعبه ما فيهاش حاجه، في حكام قالوا كده وفي حكام يقول لك فيها ماشي، لكن انا هنا بناقش لو هو اللعيب جاي ضارب يعني، لو ايمن اشرف جاي عشان يضرب الوضع هيبقى مختلف، مش هيجيبها جون كمان يعني، لو هو جاي يضرب مش هيجيبها جون، ده هو جاي منطلق مركز مباشره مركز على الكوره، في الكوره في حاجه قدامه حد يعني صموان يعني صموان يا جماعه نتكلم بانهي لغه يا جماعه عشان البرنامج بقى عالمي بمعنى الحرف. اي والله العظيم اطفيت صفه الدوليه على القعده بتاعتنا صمودي يعني. نورت الدنيا وشعبنا وان شاء الله نتشرف بوجود حضرتك معانا ان شاء الله. انا سعيد بوجودي معاك يا استاذ كريم ومعاك. نورتنا يا استاذ جمال، وننتظر الاجابه، ما زلنا هننتظر كلنا ككيان الاهلي هننتظر الاجابه ونشوف الايام القادمه هتحمل ايه ان شاء الله. شكرا يا كابتن كريم. شكرا كابتن نهاوند، ونشوفك على خير بكره ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين. صباح الفل.